الكرام كده على الفيسبوك على اي وسيله من وسائل التواصل، فبشوف بصراحه انا بطني بتقلب لما بشوف الاشكال دي بتتكلم عن نادي الاهلي. اولا اشخاص تلاقيهم شاتمين بعض ويعني لاعنين بعض ويجي يتكلم عن نادي الاهلي، تلاقيهم ما عندوش مصداقيه وجاي يتكلم عن نادي الاهلي، تلاقيه طالع بيتكلم وتاني يوم بيتكلم كلام غير اللي بيتكلمه قبل كده، وبعد كام يوم بيتكلم كلام تاني خالص وجاي يتكلم على الاهلي. الاهلي اسم كبير جدا على اي حد، الاهلي بيحترم اي حد بيحترمه، فلازم اللي يتكلم عن النادي الاهلي يتكلم عن النادي الاهلي باحترام، وكل من يلتصق بالنادي الاهلي، يعني اي حد التصق بالنادي الاهلي فهو اصبح جزء من النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما يعني بيحافظ على كل الناس اللي بتحبه وكل الناس اللي بيحاولوا ينتموا ليه. فاللي يتكلم يتكلم باحترام، يعني يحاول ينسى شويه شخصيته، يحاول ينسى شويه الحاجات اللي هو بيتعامل معاها في الطبيعي بتاعه، يتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي الاسم الكبير، النادي الاهلي اللي مشرف مصر في كل حته، النادي الاهلي الممثل الوحيد لمصر في كل البطولات دلوقتي في البطوله الافريقيه، وان شاء الله يكون ممثل لمصر في بطوله كاس العالم للانديه. مباراه فاكس طيف، مباراه فاكس طيف طلع برضو ناس كتير جدا، الاهلي كان وحش، الاهلي كان وحش، محدش يقدر ينكر الكلام ده كله، لكن لازم نشوف الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي. ملعب سيء جدا جدا، شفنا كذا كوره كانت هتورطنا في اهداف كتيره جدا، ساعات اللعيبه بتبقى خارجه عن تركيزها، ماتش حساس قوي، ما عندناش الخبرات الكبيره بتاعه الاجيال اللي قبل كده، لكن رجاله بيحاولوا في كل مكان، في كل مكان اللعيب بيلعب فيه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون على قدر المسؤوليه، لكن عندنا عناصر لسه ما عندهاش الخبرات الكبيره. قلت لكم الملعب، قلت لكم جمهور كبير جدا، واحنا غايب عننا الجمهور، بنحاول نجيب جمهورنا، لكن ان شاء الله الناس يساعدونا، الجمهور يرجع يملى. شفت الجمهور كان عامل ازاي، حاجه يعني حاجه رجاله فعلا، رجاله بتلعب في وسط هذا الضغط الهائل في كل حاجه، كمان الملعب مش مساعدهم، فطبعا لازم يبقى المستوى مش مستوى النادي الاهلي، لكن مستوى النادي الاهلي شفنا في برج العرب ضيعنا كام فرصه وكنا ممكن المباراه تخلص 4-5. ده المستوى الحقيقي لما تكون الظروف مواتيه لكل حاجه ممكن تعملها، لكن ظروف بعيد عنك شويه نتكلم بمنطقيه بقى، ما نقولش اصل الاهلي واحنا مش عارف ايه، ويطلع كمان للاسف، يعني للاسف اللي بزعل منه، انا ما بزعلش من الجماهير العاديه، لان الجماهير العاديه دايما بتتكلم بقلبه مش بعقله. فاللي بيتكلم بقلبه عادي جدا، وجماهيرنا وحبايبنا وعلى دماغنا من فوق مفيش مشكله، واحنا دايما نطمنهم ودايما نتكلم معاهم ونقول يا جماعه لا المفروض كان كذا، المفروض كان كذا، وانا قبل كده قلت يا جماعه انا بلوم على الناس لما بننتقد لاعبتنا، تخيل بقى لما النقد ده يكون من لعيب كبير جدا انتمى النادي الاهلي واسمه كبير جدا كمان. في فرق ان انا انقد يا كابتن، في فرق ان انا اهدم، في فرق ان انا انقد قوي في مرحله ما ينفعش انقد فيها قوي، عندي ماتش نهائي كمان اقل من 10 ايام، يعني ما ينفعش ان انا اطلع انقد بالطريقه دي، الطريقه الهدامه، طريقه سلبيه جدا، وكمان اقول اسماء واقول اصل الشناوي لو كان مش عارف اكرامي بيلعب مكانه ما كناش هنستحمل، ده كلام هو ده كلام يتقال اساسا؟ كلام صعب جدا، وكلام ما كنتش مصدق ان انا بسمعه من نجم كبير قوي، ما ينفعش يقول الكلام ده خالص. شفنا النجم الكبير ابو تريكه قال لك الاهلي ريال مدريد افريقيا والعرب، هو ده الكلام، حتى لو في سلبيات كتيره جدا، في سلبيات طبعا، لكن ما نقدرش نتكلم على سلبيات واحنا عندنا ماتش نهائي كمان 10 ايام، ماتش نهائي افريقيا يوديك كاس عالم انديه، يخليك المتربع وترجع لمكانك الطبيعي في مكانتك الافريقيه، فما ينفعش اطلع اهدم واقول اسماء. ايه المشكله ان الشناوي حتى وقلت قبل كده يا جماعه لو تفتكروا، قلت احنا ما عندناش مشكله لو لعيب خد الكوره وحطها في شبكتنا جوه مننا، ما عندناش مشكله نفضل في ظهره ونفضل وراه لغايه لما يخرج من باب النادي الاهلي. ده اللي احنا اتفقنا عليه وده المفروض ان احنا نعمله. تخيل بقى عندك مباراه فاصله، مباراه كبيره جدا، مباراه هتتوجك بالبطوله الافريقيه، مباراه توديك كاس عالم الانديه، وبنتكلم بكلام سلبي قوي على النادي الاهلي ولاعيبته او على الفريق الاول لكره القدم ولاعيبته، ما ينفعش، اصل كالدرون مش عارف، اصل ايه، مش اللعيبه بتسمع والمدرب بيسمع والمدرب بيترجم له ومحمد يوسف بيشوف ومصطفى كمان بيشوف والشناوي بيشوف، الشناوي مشال حط دخل فيه جون ما يدخلش في، انا بقول لكم وبقول للشناوي، الشناوي بيتقبل النقد جدا، لكن ما ينفعش ان احنا نقول اصل مش عارف لو مين لاعب مكانه، الشناوي وحش ما شاء الله ما شاء الله، والاجوال دي بتدخل في نوير، تدخل في الحضري، تدخل في اكرامي النجم الكبير، تدخل في الشناوي النجم الكبير، تدخل في اي حد الاجوان اللي هي، لكن الكور الصعبه قوي بتلاقي بيتعامل معاها بسهوله جدا. فبرضه اكيد مصطفى كمال هيقعد يتكلم معاه، ولازم الشناوي ما نضمنش النتيجه، الشناوي كل اللي جوانا تدخل فيه كده بيبقى ضامن النتيجه، ما ينفعش حاجه سلبيه فيه
ونقول له عادي، لكن لازم نقول له انت وحش وان انت شايل الفريق ما شاء الله، بتعامل مع الكور الصعبه جدا بمنتهى السهوله منك انت، فالكور السهله لازم تكون مركز فيها. ده الكلام الايجابي، مش ان انا بقى ما ينفعش خالص خالص غير مبرر بالمره كلام النجم الكبير، مش عايز طبعا يعني اقول اسمه، لكن نجم كبير وبيخاف على النادي الاهلي وبيتكلم من قلبه ماشي، لكن الطريقه كانت صعبه جدا. في المقابل معشوق الجماهير الاهلاويه محمد ابو تريكه لما بيساله المذيع بيقول له مبروك، قال له طبيعي جدا، ده احنا ريال مدريد افريقيا، ده المفروض وده المفروض ان احنا نتكلم فيه، لازم نرفع من روحنا المعنويه قوي قوي قوي. انت في بطوله افريقيا في النهائي عايز ايه؟ من اول ماتش لو تفتكروا لما النادي الاهلي خسر، اتعادل اول ماتش وخسر تاني ماتش، قلت لكم ان شاء الله باذن الله احنا في نهائي البطوله الافريقيه، لان الاهلي معودنا على كده. مش بقول كده ان انا يعني شيخ وان انا بنجم، لا، الاهلي معودك على كده، ان هو مهما بيتعثر بتلاقيه في الاخر متوج، بتلاقيه في الاخر في المراكز الاولى، بتلاقيه في الاخر في النهائيات. فطبيعي جدا 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 ان انت هتتعثر، لكن انت بتروح للنهائي. ايه المفروض من ان احنا نعمله كجماهير واحنا هنا دلوقتي؟ خلي بالكم ما بنتكلمش بقى ان انا مقدم برامج ومش عارف وزمايلي، احنا كلنا قبل الماتشات بنبقى مشجعين درجه ثالثه كلنا، فتقبلوا مننا هذا الكلام. احنا لازم نكون في ظهر فريقنا، الجماهير كلها لازم تكون في ظهر الفريق، مش عايزين نتكلم على اي نقاط سلبيه دلوقتي، كل نقاطنا هنتكلم فيها ايجابيه ورفع الروح المعنويه للفريق، واحنا مستنيين منهم الكأس الأفريقية. هو ده الكلام المفروض نقوله، هو ده الدعم المفروض نعمله لغاية إن شاء الله لما يسمحوا لنا إن احنا نملى المدرجات ونكون زي جماهير وفاق الصيف. بنتمنى إن احنا نكون زي الجماهير دلوقتي التانية، زي قبل كده كانوا الجماهير بيتمنوا إن هم زي يكونوا زي جماهير الأهلي وزي جماهير الزمالك وزي جماهير مصر كلها. احنا عايزين نرجع نملى المدرجات، لو سمحتوا وفروا لنا يعني الناس تيجي تملى المدرج، عندنا ماتش مهم جدا بنلعب باسم مصر، ممثل وحيد لمصر، يعني حاجة جميلة جدا إن شاء الله نكون في كمان في كأس العالم للأندية. موضوع برزنتيشن، برزنتيشن بترعى النادي الأهلي، مش أي نادي تاني، بترعى نادي كله بطولات، كله نجوم، كله عمالقة. من أول ما تدخل التتش تحس بحاجة مش موجودة قبل كده، قلت لكم برضو من أول ما تدخل التتش تحس بهوا مش هتشمه بره، بتشوف كم نجوم، عم حارس نجم، نجم كبير جدا، بطل من ابطال النادي الاهلي، عم حارس. تخيل بتقول عم حارس وانت طالع وانت طالع وانت طالع وانت طالع، وانا قلت قبل كده برضو ان خادم القوم في الاهلي سيدهم وكلنا يعني اخوات في النادي الاهلي، فبقول عم حارس، بشبع عم حارس طبعا بعظمته وعم حارس الجميل وعم حارس اللعيبه كلها بتعشقه، فكون عم حارس بطل لوحده. اتكلم بقى على اوضه النادي الاهلي اللي كانت مصطفى عبده، مصطفى يونس، محمود خطيب، علاء ميهوب، طاهر ابو زيد، اسماء مش عايز انسى حد، كل من دخل النادي الاهلي هو بطل ونجم كبير كده. فلما شركه زي برزنتيشن، شركه كبيره جدا، شركه عارفه قدر النادي الاهلي، لما يقول انا فعلا ده حلم حياتي، فده طبيعي جدا من راجل محب النادي الاهلي. لما حضرتك بقى اي حد زعلان لما يبقى عندك 100 وكام بطوله وفرق بينك وبين اللي تحتك 28 بطوله، 28 سنة، اللي عايز يجيبك هيقعد 40 50 سنة عشان يجيبك وانت ما بتاخدش بطولات، يبقى اتكلم وازعل، لكن طبيعي جدا النادي الاهلي يتعامل كده، طبيعي جدا ان الكابتن محمود الخطيب يتكرم كده، طبيعي جدا ان الكابتن محمود الخطيب، اي حد، الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي ومجلس ادارته الموقرين، ان هم يروحوا اي مكان مكان يتقلب، طبيعي جدا ان المجلس الموقر ده اللي بيمثل النادي الاهلي لما يروح اي مكان مش هيستقبلوك زي ما بيستقبلوك، ده الطبيعي جدا، ده بروتوكول معروف في العالم كله. يعني كلام كتير قوي جوايا، بس انا ببقى دايما ماسك نفسي علشان ما نطلعش اي كلام يعني لا يليق بمشاهدي قناه النادي الاهلي، لكن اي حد بتسول له نفسه ان هو يتكلم عن النادي الاهلي، يعني اعرف انت مين لما تتكلم عن النادي الاهلي، اعرف تاريخك واعرف شكلك واعرف اسلوبك قبل ما تتكلم عن نادي كبير كنت تتمنى تدخل او اي حد يتمنى يدخل. تعالوا نروح بقى للاخبار بسرعه، انا عارف ان انتم مستنيين الاخبار وانا اسف ان انا طولت عليكم، لكن كان لازم اتكلم معاكم في الكلام ده. الاهلي بيحتفل باليوبيل الفضي لفرع مدينه نصر،
محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي ودينامو النادي الاهلي اللي دايما بقول عليه دينامو النادي الاهلي، بيقول النادي الاهلي هيحتفل يوم الخميس ان شاء الله باليوبيل الفضي ومرور 25 سنه على افتتاح فرع مدينه نصر، حيث تم الافتتاح في 28 اكتوبر 93. اضاف ان هناك احتفالات فنيه ستجرى على مدار 3 أيام، تبدأ اليوم بفرع مدينة نصر وغدا الجمعة إن شاء الله بمقر النادي بالجزيرة وبعد غد السبت بفرع الشيخ زايد. ده كان خبر. خبر الثاني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران. ما بنضيعش وقت، عندنا بطولة أفريقية خلصناها وطولناها وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، مع إن الموضوع صعب جدا لكن مفيش حاجة تصعب عليكم يا رجالة، إن شاء الله مستنيين البطولة. خلاص قفلنا موضوع البطولة الأفريقية، داخلين في البطولة العربية. الفرنسي باتريس كالترون قال للعيبة خلاص احنا نقفل الملف ده ونركز خلاص في البطولة العربية، مباراة الوصل الإماراتي المقبلة إن شاء الله واللي هتقام في مصر لحسم المواجهة. الأهلي بيستعد لهذه المواجهة إن شاء الله في دور ذهاب دور 16 بكأس زايد لأبطال العرب. كان في مران استشفائي للاعبين اللي شاركوا في مباراة وفاق الصيف، كانت مباراة قلت لكم كان فيها كمية ضغط رهيبة، ضغط عصبي وضغط بدني وضغط كل ما تتخيله من الضغوط، ان احنا عايزين بقى ناخد مش عايز اتكلم ان شاء الله يكونوا قدها وقدود باذن الله. اللعيبه اللي شاركت في هذه المباراه النهارده خاضوا مران استشفائي لاعاده الاستشفاء مره ثانيه، كان معاهم في الجيم مايكن ليندمان مخطط الاحمال. الناس بتقول يا جماعه الحاله البدنيه بتاعتنا واقعه، يا جماعه الموضوع مش كده، برضو نتكلم ونصحح المعلومه. انت بتلعب بطوله عربيه، بتلعب بطوله افريقيه، بتلعب دوري، ما عندكش راحات كتير، ما ينفعش اقول ان انا حالتي البدنيه واقعه. الناس اللي بتفهم، مع احترامي طبعا للجميع، ما ينفعش اقول الحاله البدنيه واقعه لان انا في سلسله مباريات على طول ممكن اكون بمر بحاله اجهاد، اجهاد بدني جايز، اجهاد ذهني جايز، لكن حاله بدنيه واقعه طبعا بعيد قوي عن النادي الاهلي. والنجم الكبير النجم احمد فتحي او الراجل احمد فتحي اللي دايما انا بحب اقول عليه ان هو راجل، برضه تعرض للانتقاد من نجمنا للاسف، يعني للاسف. أدى أحمد فتحي الظهير الأيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق. أحمد فتحي اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف كابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. نروح لخبر تاني، تدريبات بدنية مكثفة لفريق النادي الأهلي. اكيد اللعيبه اللي كانت بره المباراه، اكيد طبعا حسين عبد الدايم النهارده اداهم جرعه بدنيه هائله لاعاده، ده بقى اللي بنتكلم عليه، اللعيب اللي مريح ماشي يدخل في جو التدريبات البدنيه التقيله كمان. وطبعا حسين عبد الدايم حد فاهم قوي، حد كويس قوي، شاب كله طموح وعارف كويس قوي بيعمل ايه مع مايكل ليندمان. تدريب استمر 40 دقيقه قلت لكم تحت قياده حسين عبد الدايم اللي خاض معاهم فقرات بدنيه عالية قوي ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وجونيور أجاي النجم النيجيري بيواصل تدريباته التأهيلية. جونيور كان أصيب إصابة كبيرة جدا وخلاص إن شاء الله بيتأهل مع طارق عبد العزيز النهاردة بعد الجيم جري حول الملعب وإن شاء الله يكون جاهز في القريب العاجل. والجهاز الفني بيحصل على شرائط لمباراة الوصل الإماراتي. خلاص داخلين في جو البطوله العربيه ان شاء الله. النادي الاهلي هيقابل الوصل الاماراتي برضو فريق مش صغير وفريق كبير جدا في دور 16 لكاس زايد ابطال العرب. كالترون حصل على اجهزه على شرائط للفيديو لهذا الفريق الاماراتي عشان زي ما احنا متعودين بيدرسها كويس قوي، بيشوفها كويس قوي، بيذاكرها كويس قوي مع محمد يوسف وبيرجع يحفظ اللعيبه نقاط الضعف ونقاط القوه لهذا الفريق. وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. احمد علاء بيضم باتريس كالترون لقائمه الاهلي العربيه. الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده باتريس كالترون يعني قال ان احنا نأيد احمد علاء، اعتقد ان هو برضو اضافه. احمد علاء لعيب مهم جدا، لعيب كويس جدا، ان شاء الله يكون اضافه لهذه القائمه اللي كانت بتضم 28 لعيب دلوقتي 29 بطل وليس لاعب. والاهلي يخاطب الاتحاد العربي لتحديد موقفه من التدريب على برج العرب. المباراه هتكون يوم الاحد، المفروض ان الفريق الاهلي وفريق الوصل الاماراتي هيتمرنوا على ملعب برج العرب يوم السبت.
في حين ان يوم السبت هيبقى فيه مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. عشان كده الاهلي بيخاطب الاتحاد العربي، هنعمل ايه؟ هنتمرن ولا مش هنتمرن؟ محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره بيقول الاهلي يرغب في الفوز باي بطوله يشارك فيها، هو ده الطبيعي يوسف، هو ده اللي احنا متعودين عليه منكم، سواء كنت مدير فني جبت الاهلي بطوله افريقيا وجبت دوري كمان، ان شاء الله يكون كمان البطوله الافريقيه من نصيبك كمدرب عام ونجم ايضا كبير من نجوم النادي الاهلي. محمد يوسف بيقول مش هنفرط في اي لقب، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري، كاس، سوبر، ان شاء الله الاهلي دايما قدها وقدود. طيب قبل ما اكمل اخباري واستقبل ضيفنا الكريم، نروح لكريم احمد عشان نشوف تفاصيل هذا الحفل ونرجع لحضراتكم على طول. اتفضل كريم، اهلا بيك. كابتن ميدو برحب بيك في البدايه، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بيك طبعا يا كابتن ميدو. يمكن سريعا، يمكن في مقر النادي الاهلي بالجزيره حفل رائع ومميز، شركه برزنتيشن يمكن بعد عقد الرعايه وبعد طبعا تفعيل عقد الرعايه اولى الحفلات هنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. سريعا هينضم لي العميد حسن مسعود مدير فرع مدينه نصر. حسن بيه، في البدايه برك لكم الاول على عقد شركه برزنتيشن، شركات احد الشركات الرائعه والرائده في مصر، على رعايتها للنادي الاهلي، حابب تقول ايه في البدايه عن هذا الامر حسن بيه؟ والله احنا الحمد لله احنا النادي الاهلي طبعا في الرياده، والنادي الاهلي اكبر الانديه سواء في مصر او في المنطقه العربيه، فهو دايما بيبقى مطلوب اي حد يتعامل معاه، اي شركات الكبيره تتعامل معاه. بالنسبه لموضوع برزنتيشن طبعا ده احنا بنبارك لشركه برزنتيشن وبنبارك للنادي الاهلي بالعقد الملياري اللي تم الحمد لله، عقد يفوق العقد السابق، وده لقيمه النادي الاهلي الكبيره ووجود النادي الاهلي والمشاركه في كل البطولات والانتصارات. وفي النادي الاهلي دايما هدف وطارق كبير لجميع الشركات الكبيره، فالحمد لله احنا بنبارك لاعضاء النادي الاهلي، للنادي الاهلي، لشركه برزنتيشن على العقد الملياري اللي تم. يمكن باكد يا كابتن ميدو تاني، يمكن ده عقد، يمكن هنا متواجدين في مقر النادي الاهلي مدينه نصر، يمكن انا يمكن قلت الجزيره لكن احنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. رجع تاني العميد ده حسن مسعود، النهارده الحفل يمكن بيبدا الساعه 6 لكن شايفين تجمع كبير من اعضاء النادي الاهلي، حفل اكيد هيكون مميز ورائع. ترتيبات الحفل زي حسن بيه، وقول لنا على البروجرام والامور النهارده ماشيه ازاي في اهلي مدينه نصر. والله احنا عندنا النهارده مناسبه كبيره، وهي مناسبه مرور 25 سنه على افتتاح فرع النادي في مدينه نصر، والافتتاح ده تم في 28 اكتوبر 2000 28 اكتوبر 1993. الحمد لله مر النهارده 25 سنه، قصه انشاء الفرع قصه نجاح للنادي الاهلي دايما، النادي الاهلي دايما في الرياده من اول نادي عمل فرع، اول نادي استغل اسمه ومكانته واعضائه وعمل فرع اخر في مدينه نصر. النهارده زي ما حضرتك شايف عدد الاعضاء قد ايه، الاعضاء النهارده متواجدين قد ايه، الازدحام الموجود قد ايه. النهارده في حفل ان شاء الله بيتم بهذه المناسبه بالتنسيق مع شركه برزنتيشن، الشركه الراعيه للنادي الاهلي، وبيقام حفل النهارده. احنا اشتغلنا من الساعه 6 مساء النهارده، وفي الفقره الرئيسيه الفنان عصام كاريكا، دي الفقره الرئيسيه. فالاعضاء طبعا زي ما انتم شايفين في زحمه قد ايه، سعداء قد ايه، فرحانين قد ايه. النادي الاهلي دايما تبقى لمجلس الاداره وبرنامج عائله الاهلي ان بيستغل كافه المناسبات في الترفيه على الاعضاء وعمل تجمعات والعيله الكبيره. والنهارده الحمد لله احنا شايفين الارقام عامله ازاي والاعداد عامله ازاي وسعاده الناس عامله ازاي بهذه الاحتفاليه اللي بتتم النهارده ان شاء الله. كمان يمكن على هامش النهارده الحفل اجتماع مجلس الاداره ايضا كمان النهارده في مقر النادي الاهلي مدينه نصر بحضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، وايضا كمان النهارده هيكون في مناقشات عديده جدا وامور عديده عن الانشاءات وعن تفعيل العقد، امور كثيره جدا برضه عايزين نتكلم عليها حسن بيه. النادي الاهلي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي دايما مدينه نصر في اعتباراته، مدينه نصر في اهتماماته، بينعقد بمرات عديده مجلس اداره، ولكن النهارده احنا عندنا مناسبه كبيره وهي مناسبه مرور 25 سنه. فالنهارده المجلس انعقد في مدينه نصر بكامل هيئته، عدا الكابتن جوهر اللي هو عشان رئيس بعثه بره، وبيناقش موضوعات جديده وهامه جدا زي اعتماد عقد الرعايه تهديد الجمعيه العموميه وامور اخرى. فده طبعا ان دل على شيء بيدل على اهتمام مجلس اداره بفرع النادي وباعضاء النادي واهميه تواجدهم باستمرار داخل النادي، والنادي بكامل هيئته برئاسه الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي.
نقدر نقول ان عصام كريكا هو الحفل اللي هيحيي هذا الحفل، هي دي الفقره الرئيسيه او الفقره المتواجده في الحفل، وفي الفقرات الثانيه حسن بيه. لا، النهارده الفقره الرئيسيه هي الفنان عصام كريكا، انما ان شاء الله عندنا الجمعه الجايه ثانيه في هنعمل امتداد للاحتفاليه ديت ان شاء الله، انما الفقره الرئيسيه النهارده الفنان عصام كريكا، وده طبعا محبوب يعني الناس حباه والناس سعداء بيه والناس قاعده منتظراه، ويعني كلها نص ساعه يكون موجود ان شاء الله. رساله حسن بيه لاعضاء النادي الاهلي للحضور للحفل لكل من قام بتنفيذ هذا الحفل الرائع للعميد حسن مسعود حبيبي يقول لهم ايه؟ طبعا احنا بنتقدم للشكر للسيد مدير التنفيذي استاذ محمد مرجان، بنتقدم بشكر لشركه بريزنتيشن اللي هي عملت نفذت هذه الاحتفاليه في ساعات قليله جدا جدا. بشكر الإدارة التنفيذية في مدينة نصر، بشكر إدارة الخدمات، إدارة الأمن، بشكر كل المعاملين بالنادي من أكبر واحد لأصغر واحد، مجهودهم واضح جدا، بشكر الأعضاء اللي هم دايما بيتواجدوا بيلتفوا حول النادي بتاعهم، بيتواجدوا في كافة المناسبات وهم سعداء وبيبدوا سعادتهم وحبهم للنادي، فبتلاقيهم ملتفين حوالين النادي في أي مناسبة. وبرضه أنا عايز أقول إن إحنا في شهر أكتوبر ده شهر الأعياد وشهر الانتصارات، فاحنا الحمد لله الاعضاء الفرع او اعضاء النادي الاهلي باستمرار متواجدين في وسطينا ومعاهم، واحنا موجودين في وسطهم ومعاهم، فاحنا باذن الله مستمرين على كده، وبنجتهد ان احنا نشوف كافه الخدمات المطلوبه للاعضاء، نعرف كل متطلباتهم ايه، بنحاول نذلل كل الصعوبات بمعاونه المدير التنفيذي ومعاونه مجلس اداره. تتوقع في حاجه خاصه النهارده للنادي الاهلي من عصام كريكا؟ هو اهلاوي صميم، عارفين تتوقع انه ممكن يبقى في حاجه النهارده للنادي الاهلي؟ هو عامل النهارده كذا حاجه للنادي النهارده وهذه المناسبه، فان شاء الله باذن الله هتبقى حفله كويسه. احنا اولا بنبارك، انا يعني المفروض كنت ابتديت، احنا بنبارك للنادي الاهلي بصعوده للمباراه النهائيه، ان شاء الله باذن الله بنتمنى فوز النادي الاهلي في المباراه القادمه بتاعت يوم الاحد، وان شاء الله باذن الله بنتمنى مواصله انتصارات في ماتش الترجي القادم وماتش العوده، ونوصل باذن الله لكاس العالم للانديه، ونبتدي ان شاء الله يبقى في احتفاليه كبيره قوي هنتشرف بيكم، ونسعد اعضاء النادي الاهلي بالانتصارات وبالحفلات، وده زي ما قلت قبل كده ان ده هدف مجلس اداره، هدف عائله الاهلي، ان هو كل المناسبات يحتفل بيها، كل المناسبات مهتم بيها، كل ما هو ليسعد اعضاء النادي مجلس اداره مهتم بيه، وان شاء الله من نصر لنصر ومن احتفال لاحتفال. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر التقدير طبعا لسياده العميد حسن مسعود مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر على هذه التصريحات، واخد من كلامه يا كابتن ميدو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عندنا امل كبير وثقه كبيره في لاعبتنا باذن الله ان احنا نحقق هذه البطوله الغاليه، زي ما سمعنا طبعا ان شاء الله ثقتنا الكبيره في لاعبتنا وفي مجلس الاداره ان هو بيوفر كل الدعم ان شاء الله وتوفير كافه السبل لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. ارجع معاك سريعا هنا يا كابتن ميدو، يمكن الامور هنا يمكن مزدحمه بشكل كبير، عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي في انتظار الحفل الخاص بشركه برزنتيشن مجلس الاداره، زي ما قلنا مجتمع النهارده يكون في طبعا تفعيل عقد شركه برزنتيشن، عقد امبرو كمان اللي هو الشركه الراعيه لملابس النادي الاهلي، مباراه العوده ومباراه الذهاب بالنسبه للترجي التونسي هيكون فيها مناقشات، حضور الجمهور، الترتيبات الخاصه بالمباراه. بنتمنى مجلس الاداره النهارده يكون اجتماع مثمر، يكون فيه قرارات هامه جدا كعاده تسعد اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن ميدو، لو في اي استفسار انا معاك. شكرا جدا يا كريم، خليك معانا، واي جديد احنا معاك على طول لحظه بلحظه عشان نكون مع حضراتكم، يعني بنشاركه في كل اللحظات اللي بتحصل. والاهلي ان شاء الله ان شاء الله يعني حاجه جميله جدا، الحمد لله على نعمه الاهلي، الاهلي دايما مفرحنا ودايما رافع راسنا، ليهم حق بصراحه. يعني انا ساعات كده لما بقعد مع نفسي كده اقول بصراحه الناس اللي هي بتاكل في نفسها دي ليها حق، يعني كل شويه ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب. يعني انا كميدو مثلا ببقى فخور جدا ان انا اهلاوي، فخور جدا ان الاهلي رافع راسي في كل مكان، الاهلي يعني حاجه جميله جدا ان شاء الله، فيعني نعذرهم يا جماعه، نعذرهم. طيب انا اخر خبر قلته لكم ان الاهلي خلاص بيرغب في الفوز باي بطوله، محمد يوسف اللي قال كده، وان شاء الله كابتن محمد يوسف مع باتريس كالتيرون مع اللعيبه الرجاله جدا مع الابطال بتوعنا مع مجلس ادارتنا الجميل قوي برئاسه الاسطوره محمود الخطيب المعشوق الاهلاوي قبل ما يكون كمان رئيس نادي، مع الجماهير العظيمه اللي دايما في ظهر النادي الاهلي، ان شاء الله نوصل لكل البطولات. نطلع فاصل بقى عشان نستقبل نجومنا اللي شرفونا النهارده الكابتن هشام صالح المدير الفني اللي رفع راسنا في الارجنتين، نستقبله بعد هذا الفاصل.
لسه مستمرين معاكم في الاهلي اليوم، يعني شرفني ونورني، والاهلي الليله شرفني ونورني كابتن هشام صالح اللي رفع راسنا بصراحه مع ابطاله في اولمبياد الشباب واللي اقيمت بالارجنتين وخدنا فيها ميداليه، يعني ميداليه برونزيه. اكيد يعني نرحب بضيفنا الكريم منور الدنيا. انت منور يا كابتن. عامل ايه يا فاكهه؟ والله لا والله انت اللي فاكهه ونورتونا وشرفتونا ورفعت راسنا الحمد لله، وكانت حاجه جميله جدا. الحمد لله والله، خصوصا كمان العاب الصالات دي انا بعشقها بصراحه، كره العاب الصالات انت كنت نجم فيها اصلا. ده انت اللي نجم والله يا كابتن. انا مش عايز اعرفك، يعني انا بصراحه انا عارف حضرتك طبعا نجم كبير جدا، انا عايز الناس تعرفك من خلالك. هو انا هخالف كده قواعد الاعلام شويه، بس انا بقى يعني انت ضيفي وعايزك تعرف الناس بيك على طول. الاول طبعا انا طبعا بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، القناه العظيمه، يعني شرف اي حد ان يقعد معاكم. طبعا اهلا بيك. اهلا انا بيك. يعني العبد الله لعبت في نادي الشمس وانا ناشئ، وبعد كده 18 سنه 19 سنه لعبت منتخب مصر. تمام. ورحت كاس العالم سنه 81، كاس العالم في الشباب مع كابتن طاهر ابو زيد وكابتن علام يهوب ومحمد حلمي، وطلعت ثلاث هداف كاس عالم. رجعت بعد كده كان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري كلهم كانوا عايزيني من نادي الشمس. رحت المصري. رحت المصري. تمام. وكابتن حسن كان ليا الشرف ان الكابتن حسن حمدي والكابتن كمال حافظ كانوا راحوا النادي عشان ياخدوني، بس يعني ما حصلش نصيب. انا كان نفسي طبعا العب في النادي الاهلي، اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي. رحت النادي المصري قعدت 7 مواسم هناك، وبعد كده لعبت سنه في المقاولين، وبعد كده جالي رباط صليبي، بعد كده بطلت تدريب، بطلت لعب، وبعد كده اشتغلت في التدريب بقى، اشتغلت بال11 الاول، اشتغلت في نادي المنيا ونادي المريخ، نادي الشمس، وسكر ابو رقاص، الحزم السعودي، يعني لفيت لفه كده في ال11. وبعدين كانت بدايتي في كره الصالات مع الكابتن عماد سليمان في كاس العالم في جواتيمالا، طلعنا برضه سادس عالم، واشتغلت بعد كده، مسكت بعد كده الفرق بقى منتخب مصر لكره الصالات من 2016 بانتظام بقى لي سنتين دلوقتي. لعبت اشتغلت مع الفريق، انا شغال مع الفريقين، الفريق الاول مدير فني ومدير فني للشباب. كاس العالم الاخير 2016 الحمد لله يمكن برضه كان انجاز ان احنا طلعنا تامن العالم، وغيرنا تصنيفنا من 31 ل 19 على مستوى العالم، كسبنا ايطاليا في دور ال 16، وبعدين طلعنا مع الارجنتين في دور الثمانيه اتغلبنا، والارجنتين بعد كده خد كاس العالم. فالحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الارجنتين. انت غلطت منه وخد كاس العالم. هو خد كاس العالم على طول، يعني بعد كده على طول كسب كله خمسات يعني، وخد كاس العالم. والحمد لله ربنا كرمنا واحنا خدنا بطلنا تاني، وخدنا منهم البرونزيه على ملعبهم في وسط جمهورهم الحمد لله. كان انجاز المباراه، كنا متاخرين فيها ب 3-0. حاجه بصراحه جميله يعني. انت عارف يا كابتن مين طبعا، وانت قاعد وراجل خبره، الريمونتادا ما تبقى مع فرقه عاديه دي تبقى ممكن بالظبط، تبقى جالك غفله ورجعت انت عندك امكانياتك بالظبط، لكن مع الارجنتين او البرازيل او روسيا او فرق التقيله دي صعب انك تعمل معاها رومنتادا ثلاثه، وهم اصلا في كره الصالات ملوك كره الصالات، البرازيل والارجنتين واسبانيا. فدي يمكن حلت الميداليه شويه، ان احنا خلتنا من انك تكسب الارجنتين في وسط 15,000 متفرج، وكان ودي كان تاني مباراه نلعبها معاهم، احنا لعبناهم في اول التصفيات الاولانيه اتعادلوا معانا 2-2، بعد كده لعبناهم في على البرونزيه الحمد لله ربنا كرمنا، وحولنا النتيجه من 3-0 ل 5-4 في الشوط الثاني، كنا احنا اللي كسبنا 4-1 في الشوط الثاني، احنا جبنا 4 تجوان الشوط الثاني. دي في حد ذاتها خلت الميداليه كمان بقى طعمها احلى، انك تاخد 4-3 يعني خلت الطعم الميداليه انك تكسب الارجنتين في ملعبها وتاخد برونزيه منها في ملعبها، طبعا دي خلت الانجاز اكبر. البطوله الواحده بالظبط كده فعلا بالظبط كده كابتن. كنت متوقع تروح فين البطوله يا كابتن؟ بالنسبه يعني تروح فين في البطوله دي، تروح لغايه فين احنا؟ احنا كان املنا ان احنا ننافس ان احنا نصعد بس للمربع، لان حتى الارجنتين كان معانا احنا في المجموعه العراق وسلوفاكيا، العراق فرقه قويه جدا بطله اسيا، فرقه قويه جدا جدا جدا، ومعانا سلوفاكيا بطله اوروبا، ومعانا بنما هنقول الحصاله بتاعت المجموعه. تمام. فمش دي مش مشكله. تمام. لكن حتى مدرب الارجنتين وكل تصريحاته كان قال لك انا هاممني العراق والناحيه الثانيه هاممني البرازيل وايران وروسيا، ما جابش سيرتنا. فانا قلت له والله ربنا يكرمك انت عملت لنا كده نقطه نشتغل بيها على الاولاد، وفعلا اشتغلت بيها يا جماعه، المدرب ده بيقول عليكم كذا كذا وانتوا طب ايه الموضوع؟ يا كابتن انت خلاص احنا هنتصرف. فالموضوع مشي كده ان هو ادانا حافز نشتغل بيه، وعرفنا الحمد لله نشتغل بالحافز ده. حتى في اول مباراه كنا متقدمين 2-0، بعد كده عملوا علينا الباور بلاي اللي هو الجون اللعيب بينزل بيلبس لبس الجون بيبقى 5 على 4 بالظبط، والجون يطلع بره وبسرعه يغيروا كده، يا اما هجمه عليهم الجون يعني، وجابوا جونين في اخر 2:30 بالظبط. فدي كانت يعني انت كنت كسبان 2-0 في الارجنتين ده اول مباراه، واحنا اصلا يا كابتن ميدو ما عملناش ولا احتكاك قبل ما نسافر. يعني احتكاكنا كانت انديه
درجة أولى. احتكاكنا مع جبت الفريق الأول برضو عشان اللعيبة تتمرن عليه وياخدوا منهم الخبرة. هو ده كان كل الإعداد بتاعي إن أنا أعمل ماتشات ودية مع الفرق بتاعة الشركات وفرق الأندية. وجبت الفريق الأول عشان ده بتاعنا برضو. عملنا احتكاك معه وسافرنا. بس يعني لما أنا قارنت بالأول لما كنا بنتغلب من الفريق الأول 12-1 وآخر مباراة ودية مع الفريق الأول فنشت بيها الشباب كسبوا الفريق الأول فأنا اطمنت شوية. فقلت يا رب أعرف أنافس مع العراق والأرجنتين حتى لو عرفنا نضربه. والحمد لله طلعت الأول على المجموعة. طب خلينا أبدأ معاك عشان موضوع الإعداد. الإعداد يعني بتقيم كرة الألعاب الصالات في مصر أو مركزها إيه في العالم؟ تقييمها إيه في العالم بالنسبة لمصر؟ في مصر بالنسبة للعالم كله إحنا يعني أنا مش عايز أقول إن إحنا ما عندناش كرة صالات. لا إحنا ما عندناش فعلا كرة صالات. ما عندناش كرة صالات. إحنا عندنا دوري يتيم. وبالرغم من كده خدنا البرونزية. وخدنا برونزية وخدنا تامن العالم في كأس العالم فريق الأول. وتامن العالم. دي بجهودنا إحنا الحمد لله رب العالمين. يعني مش عايز أقول طبعا والجهاز الفني الكابتن نادر رشاد والدكتور عادل حداد والكابتن هاني درويش والحاج شعبان الإداري المحترم والكابتن حسني. يعني إحنا اشتغلنا ان احنا اخذنا بطوله افريقيا اصلا كمان من غير ما نلعب ماتشات وديه. يعني احنا كسبنا موزمبيق رايح جاي وكسبنا انجولا رايح جاي من غير ولا مباراه وديه حتى احتكاك. وبعد ما اخذنا بطوله افريقيا كابتن ميدو اللجنه الاولمبيه بعتت قالت لنا انتوا مش هتروحوا ليه؟ دي كانت الصدمه للولاد. ليه بقى؟ قال لك احتمال ناخد منكم ناخد الهاندبول، احتمال ناخد الهوكي، احتمال احتمال احتمال. والعمليه حصل بيها العيال جالها احباط. اللجنه الاولمبيه المصريه قلت لها لا احنا مش هناخد كنتو، هناخد اليد. اليد اصلا ما اشتركش. طب هناخد الهوكي. طب لا الهوكي ما اشتركش. الفيفا عرفت بعتت جواب تاني للجنه الاولمبيه المصريه قالت لهم لا الفيفا اصلا موصيه على كره الصالات عايزه تنميها في افريقيا. فاللجنه الاولمبيه بعتت لنا جواب تاني بعد ما قلبنا واقف 3-4-5 ايام قالت لها لا انتوا اللي هتشاركوا خلاص. فدي جابت احباط نفسي. عرفنا نعليها تاني الكلام ده كله طبعا. وعرفناش برضو نعمل عشان برضو الوقت قفل والكل سكن في الأجندة عنده الدولية. كل الفرق سكنت برضو. عملنا نفس المشوار، عملنا مباراة ودية مع الفريق الأول والشركات والأندية. أنتوا تعرفوا المصري بجد؟ ما هو مش كلام إنشاء والله العظيم، هو لسه جاي في دماغي. المصري بجد تعرفوا أنه برغم لو تخلوا بالكم كل الضيوف اللي بيجولي هنا بيشرفوني هنا وبينورونا طبعا في بيتهم في الأهلي دايما مشاكل ومشاكل كبيرة قوي، وبالرغم من كده بتلاقيهم انتصروا في الاخر. حتى لو الانتصار كان يعني مش هقول ثالث برونزيه، لان البرونزيه دي حاجه كبيره جدا. الانتصار حتى ان هو مثلك تمثيل مشرف، لكن عقبات كبيره جدا. وبالرغم من كده يلا بينا يا رجاله نعمل حاجه لمصر بالزبط. من غير اي حاجه. طب مستوى الاعداد في العالم في العاب الصالات، يعني مثلا فرقه زي الارجنتين مثلا بتتعدي ازاي؟ الارجنتين دي مثلا على الاقل بتعمل 3-4 دورات عندها غير الماتشات الوديه اللي بتعملها بره. يعني قبل يعني هم بعد كاس العالم يا كابتن ميدو ما بياخدوا شهر اجازه ويشتغلوا الاربع سنين. الارجنتين عملي الاربع سنين ما بيقعدوش. بيفضلوا يشتغلوا الاربع سنين حتى كاس العالم اللي بعده. البرازيل بتعمل كده، اسبانيا بتعمل كده، الارجنتين بتعمل كده، ايران بتعمل كده. احنا مش شغال قد ايه؟ لا قول لي عشان الناس. يعني كاس العالم اللي فات اشتغلنا قبليها قبل بطوله افريقيا، قبل بطوله افريقيا وطلعنا تاني افريقيا ورحنا كاس العالم مع المغرب وانجولا اشتغلنا قبليها بشهرين ونص. ورحنا بطوله افريقيا وخدنا تاني افريقيا والمغرب. حتى انا قلت لهم انا هروح من غير ماتشات وديه اوكي بس انا مش هاخد بطوله افريقيا لان المغرب عامله استعداد كويس وليبيا عامله استعداد كويس. وعايزينك تاخد بطوله افريقيا من غير. لا هم كانوا يقولوا لي بس روح انت كاس العالم بس. تمام. يعني مش مهم. قلت لهم بس مش هاخد بطوله افريقيا. وفعلا الكلام اتحقق وقلت لهم. والكلام ده انا قايله من سنه 2000 يا كابتن. والله يا كابتن ميدو سنه 2000 مع الكابتن احمد سامي قلت الفرقه الوحيده اللي ممكن تاخد ميداليه في فرقه جماعيه كره الصالات، لان احنا اصلا ملوك الصالات. مصر كلها ملوك الصالات بالظبط. قبل ما بتلعب كره في ال11 بتلعب في الشارع وبعد ما بتبطل بالزبط. بتاخد صحابك تلعب في الشارع بالزبط. يعني كل الفترات بتلعب على شوف الملاعب اللي هي ما فيش مش عارف تاخد ساعه اصلا بالظبط. ساعه دلوقتي برقم يعني. وبعدين يا كابتن ميدو انت كمان في الاولمبيات الاخرانيه دي الفيفا نفسها قالت احسن كره بتتلعب البرازيل ومصر والله. يعني انا ما بقولش الفضل ليا لا بالعزي بالله. احنا عندنا الملكه بتاعت كره الصالات بس لعيب كره الصالات دلوقتي بقى مختلفه يا كابتن ميدو عن زمان. زمان كنت بتشتغل كل فردي فكر مدرب. لا ما فيش ترقيصه دلوقتي يا كابتن ميدو. يعني كله تحركات وقوه وسرعه وكور ثابته بالظبط. الارجنتين الكاس العالم اللي خدته ما رقصتش ترقيصه. ما فيش حد عمل كده تك 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 الفكر اتغير خالص. عشان كده هي خدت كاس العالم. البرازيل خرجت من دور 16، اسبانيا خرجت من دور 16 عشان لسه برضو بيشتغلوا شغل فردي والكلام ده كله. فاحنا احنا اشتغلنا الشغل الكلام ده، الشغل بتاع
الارجنتين، احنا اشتغلناه على الارجنتين واشتغلناه في البطوله دي، كان كله شغل جماعي وكور ثابته، فربنا كرمنا والحمد لله ان احنا عرفنا. انا بقول احنا عايزين كره صرف، لازم يتعمل دوري محترم، حد يمسك الدوري يصرف عليه عشان القاعده تبقى واسعه. يا كابتن انت ممكن تعمل دخل رهيب اساسا بالظبط كده يا كابتن، لان الناس بتعشق الكره، كره الصالات اللي هو الخمسه ضد خمسه والاربعه ضد اربعه واي حاجه. اقول لك الكره يا كابتن الصالات هتعلى امتى؟ لما النادي الاهلي يعمل كره الصالات. من الاخر عشان ما نلفش كتير يا كابتن، النادي الاهلي لو عمل فريق كره صالات هنبقى اقوى فرقه في العالم، والكلام ده خده عليا. زي ما انا قلت الكلام ده من سنه 2000، قلت الفرقه الوحيده اللي هتاخد ميداليه في فرقه جماعيه في كره القدم هي الصالات، وتحقق سنه 2018. الكلام ده من 18 سنه انا قايله. والله اقتراح حلو، مش سحر ولا شعوذه، لا ده علم، الكره بتقول كده. انت عندك المقومات، عندك هنا مصري في الكوره ما فيش احسن منه زي البرازيل، وعندك البدني ده يشتغل عندنا في الكتب، البدني ده موجود في الكتب، والكوتش ما فيش كاتشانه، ما فيش كتاب للكاتشانه، بس احنا عندنا برضو مدربين كويسين، ممكن اي حد يجي يشتغل ويبص بصتين والشغل يشتغل. لا مش اي حد، معلش معلش انا لازم اقف معاك في النقطه دي خالص، انا اقول يعني ما اقدرش اقول موافق، مش اي حد، والتدريب دايما بقول تدريب موهبه منفصله تماما عن اي حاجه. ما هو البدني يا كابتن ميدو في الكتب والتكتيك في الكتب، لكن الكاتشانه ما لهاش كتب. والله يا كابتن ورا البدني في الكتب يعني، انا بالنسبه لي ممكن يعني تلاقي شويه يعني بره بس مفيش ثوابت. ما طبعا مفيش ثوابت، طبعا ممكن طبعًا تستعين بحاجه بدنيه تدي لك افكار ثانيه كبيره جدا، غير الجو هنا وغير هنا وكل حاجه. بدليل بالظبط، بدليل كمان ان انت كنت واقف عند حتت معينه في البدني، دلوقتي الناس كسرتها لك بالظبط، كسرتها اساسا، مش عارف اصل النبض مش عارف بيكون ايه. مفيش الكلام ده خالص، طلع مفيش الكلام ده للاسف يعني، او مش للاسف، هو بصراحه مع التطور على اتلتيكو مدريد كسرت الدنيا في البدني بالظبط. انا بتكلم ككوره، لكن اقتراح ان ليه ما يكونش فيه في النادي الاهلي فعلا فريق العاب الصالات، اعتقد كمان انه هيفرق كتير جدا في كل حاجه. انا جدا هتتطور والناس هتبتدي تبص له بصه ثانيه. انا بقول لحضرتك عشان نجي من الاخر، ما نفضلش نقول النادي الاهلي لو عمل فريق كره صالات يا كابتن محمود بعد اذنك، لو عملنا كره صالات والله مصر هتاخد اول يا ثاني بعد كده في كاس العالم. جميل والله، جميل، وانا بضم لستير صوتك عشان كمان نعرف نلعب مع بعض يا كابتن، بس هغلبك خلي بالك، مش هسيبك. لا 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 مش هسيبك، ما بهزرش في الخماسي ولا انا والله. لا ده انا سيد عبد النعيم بقى وعادل فتحي ومحمود عبد الحكيم دربتهم سنه 2004. دلوقتي لو موجودين، لو موجودين، لو لعبوا لعب جماعي هيبقوا ليهم حاجه، بس بيخبوا الكوره العيال دي يا كابتن، بتموت في الكوره، بيخبوا الكوره، بيخبوها. سيد عبد النعيم ده كان محمود عبد الحكيم كل دي، وعادل فتحي لعيبه كبار يعني مش هيجوا زيهم، انا بتهيألي مش هيجوا زيهم تاني بعد اللعيبه اللي في الفرقه دي. كانت فعلا تامر اسماعيل وياسر عبد الخالي يعني كانت لعيبه جامده جدا جدا طبعا يعني. طبعا انا بتكلم عن بس الناس اللي انا بالزبط كانوا معايا في الفريق. تعالى نتكلم على ماتش الريمونتادا بتاعك بتاع الارجنتين ده، اللي حاجه جميله جدا وحاجه يعني اكيد الماتش ده عمرك ما هتنساه في حياتك كمدرب، ان انت قدرت ترجع بماتش 3-0 بجد، انت كنت متخيل؟ لا يعني بص انا ما كنتش متخيل ان احنا نتغلب 3-0 قبل ما اقعد على الدكه. تمام. لسه ما قعدتش يا كابتن ميدو، بقول ايه يا جماعه في ايه؟ يعني ثلاث اجوان جم غلطات مننا احنا. لان الولاد لما اتغلبوا في ماتش روسيا الموضوع ضيق، بقت ميداليه، لما لو كنت كسبت روسيا كان قدامك يا ذهبيه يا فضيه. روسيا مش اقوى من الارجنتين. وروسيا مش اقوى من الارجنتين خالص، لان احنا مسكنا روسيا برضو قطعناها، بس احنا برضو كانت غلطات والبدني بتاعنا كان واقع، لان يعني لعبنا 6 و5 ماتشات في اسبوع في 10 ايام، واحنا ما كناش واخدين على الضغط البدني ده، ما كناش عم بالظبط كده. يعني كان نفسي اتحط في الموقف ده، اروح العب دوره العب فيها 6 7 ماتشات في 10 ايام مثلا حاجه. الحمد لله. المهم ماتش روسيا ده كان الولاد عندهم امل ان هم يلعبوا على الذهبيه او الفضيه. لما الماتش ده كان عندي 4 مصابين وما لعبوش او لعبوا بحقن والكلام ده كله، الولاد وقعوا نفسيا خالص. يعني انا حتى حذرتهم قلت لهم ارفعوا راسكم، لسه في ميداليه، يا انتوا يا هم، والجدع اللي ياخدها. انت عندك تكتيكك والبدن اللي راحت الحمد لله والمصابين خفوا، انت ما تنزلش خايف، لان الجمهور اصلا قلب علينا من اول ماتش لما تعادلوا معانا 2-2 اكيد خلاص، واول لما نزلنا تصفيق. المهم يعني قلت لهم هتتضغطوا هتشتموا الكلام ده كله هيحصل قدامكم، بس اوعوا تغلطوا. وفعلا يعني ثلاث يعني كورتين من ورا الديفنس، ثلاث اخطاء ساذجين ما يخشوش فينا تاني ابدا يعني. حتى لو ايه اللي ربنا كرمنا فيه ان احنا جبنا جون الشوط الاولاني قبل ما نخرج.
3-1. هو العادة المدرب يبقى تاخد متعصب ويزعق انتوا ازاي وازاي، بس انا الولاد لقيتهم يعني وشهم في الارض وخلاص، ما ينفعش ادوس عليهم تاني خلاص. قلت لهم هم جابوا كام جون؟ 3 جون في قد ايه؟ في 3 4 دقايق. احنا قدامنا لسه 20 دقيقه. ال 20 دقيقه لو ركزنا وضغطنا عليهم من فوق ما كانوش يشتغلوا الشغل بتاعهم، وقفنا لهم الشغل بتاعهم، لو جبنا جون بس بقى 3-2 هتاخدوا الجيم. والجون بتاعهم وحش على الارض. جبنا الاربع اجوان الشوط الثاني كلهم على الارض. انا ما بقولش ان انا عالمي، لا، ما انت بتبص ده الجون، الجون ده وحش في الارض، وحش شمال، وحش يمين. واول جون جبناه من الشوط الاولاني كان برضه طلعت كان جابه على الارض. الحمد لله الخمس اجوان كلهم على الارض. الولاد اتحولوا بعد ما جابوا الجون الثاني، فعلا اتحولوا 3-3 4-3 5-3، وهم جابوا جون في اخر نص دقيقه. واحنا لغايه دلوقتي مش مصدقين، بس احنا انا قلت الولاد دول يستاهلوا. فعلا يا كابتن ميدو 10 رجاله سافروا معايا، الولاد قالوا كابتن هو ربنا ما هنروح ببلاش. قلت لهم يعني انتوا زي ما اتفقنا في اول يوم، فيه احنا اتفقنا اول يوم تجمع، قلت لهم انا ما بحب الشغل المشرف ومشرف وباي باي بوصه في الهواء والكلام ده، لا مالناش فيه، احنا هنروح ناخد ميداليه ونتوكل على الله. تمام. وهم قالوا كابتن وربنا هتشيلنا من الملعب، وفعلا شيلنا لهم من الملعب. المصريين بالظبط، رجاله فعلا مصريين. المصريين يعني هو الكابتن هشام صلاح من اول الكلام عمال يقول انا مش عالمي، لكن طبعا كل الكلام اللي بيعمله هو عالمي طبعا، يعني مش لازم يقول انا عالمي، لكن كل حاجاته عالميه، من السلوك مع اللعيبه، شايف اللعيبه فعلا مش ناقصه ان انا ازعق، فاكيد مش هيزعق في مدرب يدخل يكسر الاوضه على اللعيبه، تنزل بدل 4 يبقوا 8 ولا 9، وفي مدرب يبقى قاعد مشغول بالهزيمه ومش شايف حاجه، لكن هو كان مركز على النقاط السلبيه لفريق الارجنتين، عشان كده الحمد لله ان هم قدروا يرجعوا مع فريق كبير زي الارجنتين. لكن كان عندك امل ان انت ترجع، ولا كنت بتديهم معنويات وانت من جواك؟ لا والله مش حاسس قوي. ربنا ادانا الجون ده عشان يقول لسه في امل. يعني ما احنا كنا 3-0، كان ممكن ناخد 3-0 كانت هتبقى المشكله اكبر واكبر، لكن اما الحمد لله ربنا كرمنا جون واحنا خارجين. لا قلت لا، ده ربنا عايز يدهن. والحمد لله ربنا ادهننا من اول ما نزلنا، ما فيش دقيقتين وجبنا الجون الثاني، فالموضوع فتحت وهم ابتدوا يقعوا نفسيا، وقعدنا نضغط عليهم زياده، ما خلوهمش يعملوا الشغل بتاعهم اللي هو التحركات الكتير ده، قفلنا عليهم كل الزوايا وتقللنا الكور الثابته اللي علينا. فالحمد لله ربنا كرمنا جون في جون في جون. حسيت خلاص، قلت لهم خلاص الماتش بتاعكم، بس اهدوا برضه لسه بدري. حتى ما عملت تايم اوت قلت لهم اهدوا لسه بدري، لسه ممكن يجيبوا جون تبقى مشكله ثانيه. فالحمد لله ربنا كرمنا، يعني سبحان الله ربنا عايز يدينا على قد تعبنا، ويمكن ربنا ما اداناش الذهبيه عشان ممكن نبقى لو اتغلبنا ممكن نتغلب من البرازيل سكور، بس ايا كان كنت هتحزن برضه، حتى لو كنت اللي بتلعب فاينل كنت هتبقى زعلان برضه لو اتغلبت. فدي احسن من البرازيل، بس الفرحه بتاعت دي يا كابتن ميدو كسبت الارجنتين وانت متاخر 3-0. هي دي هي دي يا كابتن ميدو، كسبت الارجنتين بالظبط كده. بالظبط، يمكن ربنا عايز يفرحنا اكتر شويه. بالظبط والله فعلا، يعني انا كنت هنا ساعه ما قالوا لي احنا خدنا البرونزيه، كان عندي برنامج وكنا 3-0 مش عارف 3-1 يا جماعه بجد قربت. يعني بنسمع الريمونتادا بس عمرنا ما شفناها مع المنتخبات المصريه بالطريقه دي، مع فرق الحمد لله كبيره. دي نعمه من عند الله والله. كافي في عقود احتراف وفي الكلام ده كله. انت كنت معانا هناك بقى شرف والله. ده انا بسالك سؤال، انت عندك احساس ان اللعيبه دي ممكن تحترف؟ اكيد والله. يعني بعد الماتش ده بالذات كمان يا كابتن ميدو، وبعد ماتش العراق لما كسبنا العراق 3-2 اقوى فرقه في اسيا، خمس لعيبه الحمد لله رب العالمين، 11 وصلاط ان شاء الله. ان شاء الله عند يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد حمو ومحمد طلعت ومؤمن حمدان جالهم عقود ما شاء الله، 11 وصلاط ما شاء الله. كم سنه يا كابتن؟ 18 سنه، هم كلهم مواليد 2000، يعني ممكن يبقى حد 17 حد 16 حد احمد، بس احمد عندي احمد كرم 17 سنه ما شاء الله، ده مستقبل ما شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي قبل ما نتكلم عن عقود الاحتراف بتاعتهم والانديه وشكل الانديه بره شكلها ايه، قول لي مش ما تقوليش تحديدا، قول لي عقود ما بلاش يا كابتن. لا العقود بره لعيبه الصالات اه على الاقل اقل حاجه 100,000 جنيه في السنه بره مصر. اه بره مصر. وهنا عايز اسالني على هنا؟ مش عايز اسال هنا عشان الناس عشان احافظ على عليكم اللعيبه، خلي بالكم عشان احافظ على اللعيبه. 100,000 جنيه مش في السنه، انا اسف والله. انا عارف في الشهر. في الشهر انا كنت لسه صح والله، في الشهر انا اسف. ما هو ده الطبيعي، ده الطبيعي. طب والمدربين؟ ما بلاش برضه. انا مش عايز مصر، انا مش عايز مصر. المدربين بيجي لهم عقود احتراف وممكن تطلع. مدرب المغرب اللي خرج من اول تصفيات كاس العالم اللي فاتت، خرج على طول بره، بياخد 10,000 يورو. ده ومدرب ما عملش، يعني هو مدرب كويس اه، بس ما عملش واو يعني. خد بطوله افريقيا اه، بس خرج من كاس العالم مروح على طول.
ربنا هيديكوا على قد تعبكم. بالظبط، انا مش عايز اكتر من كده والله. القصه دي والله ما عايز اكتر من كده جدا. يعني اللي بيتعب ربنا بيديله على قد تعبه، وممكن مش النهارده، ممكن مش بكره، ممكن مش السنه دي، لكن هتيجي في يوم من الايام تقول له يا رب الحمد لله فعلا انا خدت على قد. وانا الحمد لله ان انا قعدت معاك النهارده وفي قناه النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بتتفرج عليا، وجمهور مصر كلها بتتفرج عليا، والناس كلها الحمد لله بتقول ان احنا عملنا حاجه ما حصلتش قبل كده. دي اصلا يعني مش الحمد لله، ده الف 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 مليون حمد. لا ده احنا نتشرف بيك كابتن، انت رافع راس مصر كلها كابتن. الحمد لله وجاي لنا الكابتن هشام صالح، كلنا فرحانين انت جاي لنا وانت جاي برونزيه لمصر. احنا اللي نفرح بيك، وانت اللي شرفت القناه. الله يكرمك وشرفت الجماهير الاهلاويه، واكيد كل الجماهير الاهلاويه من ذوقك. يعني محظوظه كمان ان احنا معانا حد كده رافع اسم مصر. الحمد لله، دي نعمه. اي حد رافع اسم مصر فوق احنا بنشوفه ده شرف ليا، ان انا اصلا امسك منتخب مصر وابقى في المحفل ده كله، ده شرف لاي حد. وان شاء الله كمان يعني ربنا هيدي لك اكتر باذن الله. همشي منك التمهيد. اللعيبه المميزه قوي اللي عندك العشرة والله يعني. العشرة انا متوقع والله يعني العشرة الخمسه اللي بيبقوا بره مصدعني من كتر القهره وال يا اولاد اهدوا يا اولاد. انا عندي الحمد لله رب العالمين، عندي جونين من احسن جونين في مصر، عندي جون من اولمبيا، وعندي جون من باهتيم. عندي عبد الرحمن عباس الشايل ببوفون، وعندي رجب بيلعب في باهتيم. الجونين دول من احسن الاجوان اللي هيبقوا في مصر، هيبقوا مستقبل مصر ان شاء الله. عندي يوسف محسن، هو الكابتن فرقه لعيب الاشول اللي هو كان يعني بيشبوه محمد صلاح كره الصالات هناك. يعني عمل انجاز وعمل هنا في افريقيا. عندي حمو محمد احمد برضو من اللعيبه اللي هايلين وليهم مستقبل. وعندي بلال السيد هداف الفرقه وتاني هداف في الاولمبياد، جاب 7 اهداف، والبرازيل البرازيلي جاب 10 او 11 هدف. وعندي مؤمن حمدان من اللعيبه يعني الاقوياء وليهم ميزه يعني دفاعيه وهجوميه. عندي محمد طلعت اللي هو جاب 4 تجوان في الماتش الاخير في ماتش الارجنتين ده. وعندي مصطفى عبد المجيد، وعندي محمد احمد الدر، وعندي احمد كرم، وعندي عشان ما انساش حد، انا عندي لعيبه 10 لعيبه فعلا اي حد يتشرف ان هو يمرن ان شاء الله. يا كابتن انت حاجه جميله والله العظيم بجد. ده انت الاحسن كابتن. لما نحب نطورها غير النادي الاهلي يتولى مسؤوليه فريق ده دواب الفيفا، اكيد انت عارف ان هو شكر. شكر للكابتن هاني ابو رضا، وشكر للعيبه والجهاز. ماشي تعديها ليا؟ ماشي مكتوب هشام صالح. انا مش لا مكتوب، لا مكتوب، لا مكتوب. انا مش شايف قريته. شكر الكابتن هاني ابو رضا وهناه وهنا المدير الفني هشام صالح والجهاز الفني واللاعبين. هو لما يجي لنا يعني جواب كده لينا كاتحاد كوره واحنا مقصرين شويه مع العاب الصالات، المهندس هاني ابو رضا طبعا حاجه جميله جدا، لازم بقى احنا نهتم بالعاب الصالات شويه، لازم يعني نظبط الناس شويه، لازم مش هقول مكافئات، انا خايف اقول مكافئات وخايف اقول تكريم. لا هم بصراحه وزير اشرف صبحي كرمكم ولا لسه؟ لسه هيكرمنا المفروض. هيكرمكم اكيد هيكرمنا، ما عنديش عليه حاجه زي كده. لا هو راجل محترم بصراحه. هو الباشمهندس هاني ابو رضا اول ما رجعنا المطار تاني يوم الصبح كنا في الاتحاد، بعتلنا هو مجلس الاداره كله بصراحه وسلموا علينا ووعدونا بمكافئات الفتره الجايه. لسه ما خدتوش مكافئات؟ يعني المفروض ان هي بتخلص وان شاء الله يومين ثلاثه كده وناخدها ان شاء الله. معلش يعني لا لا مش مشكله والله، قدر الالعاب اللي بما انها كوره مش مشكله. ازاي نطورها؟ لازم عندنا دولة عندنا طور. شرم الشيخ، عندنا الغردقه، عندنا احنا عندنا 100 صاله نويبع، عندنا اسكندريه، عندنا فاكر السكواش لما قلنا نعمل ملاعب سكواش في شرم ونعمل سكواش بقت حاجه تحفه. ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ هو بس لازم رعاه. بالظبط كده، انت جبت الاخر يا كابتن، لازم رعاه الدوري قوي يتصرف عليه. اصلك انت لما تيجي تقول لواحد لعيب 11 تعالى العب خصالات، طب هتديني ايه؟ هتقول له هديك غدا ولا عشاء ولا مش هينفع طبعا. فانت يا تطور يا ما تطورش. بالظبط يعني نشتغل صح يا ما نشتغل، يا اما نمشيها كده وخلاص. بالظبط. وفي لعيب يلعب صالات يا كابتن ما يلعبش 11، ما يلعبش 11، وفي لعيب يلعب اللعبتين في اكيد، وفي لعيب يلعب 11. احنا جالي 600 لعيب اخترنا منهم ال10 دول، جالي 600 لعيبه كره كلهم. بس ده ينفع صلاه ولا ما ينفعش صلاه؟ بالظبط ال10 اللي معانا الحمد لله مميزين في كره الصلاه. ما انا بتكلم في كده. وفي مميزين في ال11 والله يعني اللي كتنين. ممكن اللعيب اللي ما يلاقيش نفسه في ال11 يلاقي نفسه في العاب الصلاه. بالظبط كده، بالظبط كده، مش هتبقى مضطر انت تجيب واحد يعني. احنا كان معانا لعيبه ما كانش بيلعب في حته خالص. بالظبط، كان بيلعب في الشارع. جبناه وايدناه بدون ذكر اسمه وبقى نجم. لازم رعاه. رعاه لازم عشان يبقى ليها اغراء. ما لازم ما انت لازم تغري اللعيبه كابتن ميدو. والكره دلوقتي بقت ناحيه ماديه نمره واحد. طب يعني بتفكر في ايه مع الفريق ده تحديدا يا كابتن؟ ده ان شاء الله ده فريق اول ان شاء الله مع الناس الخبره للفريق الاول، هنعمل كده يعني دمج بينهم عشان يبقى في شباب وفي خبره،
يبقوا ليهم شأن ان شاء الله باذنك يا رب كده ونتقابل تاني في 2020 كده ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. هيبقى في اليابان الاول المفروض تبداوا تعدوا لها اساسا في نص الشهر الجاي على طول عشان احنا عندنا تصفيات افريقيا مع الفريق الاول والامم افريقيا تصفيات امم افريقيه اللي هتتلعب في المغرب في 2020 وبعد كده كاس العالم. انتوا بتصعدوا منهم ناس للفريق الاول؟ دول هتصعدوا خلاص اللعيبه بتاعت الشباب دول هيتصعدوا ان شاء الله كلهم يعني بنسبه كبيره. محمد صلاح ساعدك شويه؟ ده الناس كلها ما ساعدنيش كده الناس كلها في صلاح. حتى بقول لك يعني اللشوه اللي عندنا يعني يقول لك ده زي صلاح. كل الناس صلاح انتوا منين مصر يخيبتوا يبقى صلاح. لا طبعا الراجل كان معانا هناك فرق كتير محمد طبعا طبعا في كل البطولات في كل الالعاب احنا يا رب نشوف نص لعيبه مصر كده يعني والله عندنا بس كتير يا كابتن والله بس عندنا عقليات تدمر المواهب للاسف يعني بالزبط. انا مش عايز بقى ما تيجي نخبط عندنا يا جماعه مواهب كبيره جدا والله. عندنا مش عايز اقول لكم كمان الاولاد الصغيرين متفرج عليهم في الاهلي في المقاولين في انبي انا ما شفتش الزمالك بصراحه في ايا كان في بتروجيت مواهب جامده جدا تحب تشوف الولد تبقى مبسوط قوي انت تشوفه ويجي واحد تلاقيه ضارب بوس في وش الواد انا ببقى عايز انزل اديله بالبنيه يا سيدي مش كده يا سيدي الولاد دي انت بتقضي عليهم اساسا ما هي مشكله كاشكي ميدو ان اللعيب الصغير ده لازم مدرب كبير اللي يمرنه ده انا بقى لساني نشف يعني لازم المدرب الكبير اللي عنده خبره هو اللي يمرن الصغير بالظبط لكن الكبير بذره يا اما تطلعها شجره جامده جدا يا اما هتموتها في اي لكن اللعيب الكبير ده اي مدرب يدربهم خلاص يعني دلوقتي معلش محترم يعني مثلا النادي الاهلي يعني محترم الكل النادي الاهلي يعني خلاص دي منظومه ماشيه لوحدها اوتوماتيك اللعيب والله يا كابتن لازم الشخصيه يعني ما طبعا انا بتكلم طبعا يبقى في شخصيه بس انا بتكلم البذره حضرتك بتقول عليها دي بالزبط. لازم تتعلم صح بالظبط على الاقل الباس والاستلام بالظبط مش اي ميه تشربها بالزبط. مش اي هواء يروح لها بالظبط لازم عندنا مواهب كتير جدا زي ما الكابتن هشام صالح بيقول وممكن كمان يبقى عندنا مش عايز اقول مليون يبقى 1000 والله العظيم مليون والله زي ما حضرتك عندنا 1000 واحد محمد صلاح حضره برجاوي إيه؟ يعني مش عايز اقول لك برجاوي حاجه عمال يقول يلا 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 لا 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 طب امال يا كابتن بيقول لي الوقت خلي بالكم بيجري منكم الحوار جميل جدا الوقت بيجري منكم يعني قلت لي عايز اشوف الانديه اللي ممكن تاخد اللعيبه دي هيكونوا مين؟ والله في ناس في لعيبه بتتفاوض مع لعيبه عندي انديه كبيره والله في يعني بلاد بره في اصلا في الارجنتين خلاص قلت لك انا في مصر ابتدوا في لعيبه تبص لهم يعني انت حضرتك لو اتفرجت على الماتشات كويس وركزت كده هتقول الواد ده لعيب 11 جامد قوي قوي فعلا فعلا سرعه وقوه وكل حاجه تحرك وكل حاجه وامكانيات اتعاملت معاهم معنويا اكتر يا كابتن ولادي ولادي هم عارفين يعني هم انا بعملهم كلهم ولادي بس الشغل شغل وبره الملعب بنشقلب ونهزر ونضحك كل اللي انتوا عايزينه بره لكن في الملعب ما اعرفش انا مدرب بالظبط انا ما اعرفش ابني في الملعب لو ابني في الفرقه وانا ما اعرفوش والله دي احترافيه فالحمد لله عشان كده ربنا بنشتغل بما يرضي الله كابتن ميدو وسايبين الرزق ده بتاع ربنا يعني وبعدين الرزق ده بتاع مش فلوس بس والله الرزق ده حب والكلام ده كله يعني حاجات كتير والله مش ماديا بس والله دخلني في حاجات الرزق الرزق صحه يعني الضحكه بتاعتك دي مش رزق ليا ضحكتك والله انت ربنا يكرمك الرزق فعلا حاجات كتير جدا بتتكلم في حاجات زي ما حضرتك بتقول كده صحه وحب ناس ورضا ربنا يا نهار ابيض والله ربنا يرضيك ان شاء الله ان شاء الله ويرضي كل رجالتك وهتلاقي كل الدنيا ان شاء الله بترحب بيكوا الحمد لله احنا كان نفسنا نعمل لكم احتفاليه يعني لازم يا جماعه نعمل بصراحه للمنتخب ده حبيب بيهم كده بس كده باسمنا ان شاء الله وان شاء الله, إن شاء الله. نتبنى فكره ان واحد واحد عايز الاهلي كرمنا ان شاء الله روحيا والله والعزو يعني والله والعزو احنا النادي الاهلي يعني النادي الاهلي كده اما يكرم الولاد دي يعني تدفع عندهم حاجه بالدنيا يعني حاجه ثانيه خالص غير ماديا والله ما سالوا على فلوس حتى وقتنا هذا الولاد الرجاله اللي معايا دول والله ما سالوا الفلوس يعني بتاعت الاتحاد ولا بتاعت الوزاره الولاد مش عايز اقول تربين ازاي تاني ازاي تربيت ايه وجدعانه ايه ورجوله ايه هم بمنتهى التواضع لكن عملوا اسم كبير جدا لمصر عمل منتخب من مفيش امكانيات انتوا عارفين الالعاب اللي هي بره الكوره بقى الامكانيات فيها ضعيفه شويه لكن ان شاء الله هنبقى في ظهر العاب الصالات لغايه لما نشوف فريق النادي الاهلي في العاب الصالات باذن الله الكوره القدم جنب الفريق الاول باذن الله فاصل عشان نستقبل نجمنا الكبير الكابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام نادي بتروجيت ونجم الاهلي السابق استنونا We'll be right back.
الاهلي ومدرب بتروجيت العام الكابتن احمد عبد الفتاح مش ميدو. انت ميدو مش منور الدنيا كابتن. مبسوط اني موجود معاك النهارده. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. انا بالرغم من المراكز بتاعتكم في بتروجيت ال 14 او ال 15 ايا كان بقى ايه، لكن انا بحييكم على الاداء وبحييكم على الشكل الجديد. شكل جديد حاجه لما تيجي تقعد تفكر في بتروجيت. انا اخدتك بسرعه كده بس لازم تقعد تشوف الاداء حاجه جميله جدا وشكل جديد وفي لمسات وفي شغل تكتيك وفي حاجات حلوه قوي، وبالرغم من كده مفيش توفيق. انا معادله صعبه. بص يا كابتن ميدو، اخدتك بالصبر. انت عارف فريق بتروجيت يعني اول ما طلعت من دوري ممتاز كانت بتمتاز بالكره الجماليه والاداء، وكان مجموعه من اللاعبين زي محمود عبد الحكيم وعادل فتحي ومحمد شعبان، كانوا لعيبه، واحمد شعبان تمام، كانوا عاملين لبتروجيت كوره جميله جدا مع كابتن مختار. فتره كده بتروجيت ادائها الجميل بعد شويه خلال السنين اللي فاتت. الحمد لله بدانا اخترنا مجموعه اللعيبه السنه دي، لعيبه مميزه ما حدش لسه يعني يعرف عنهم، لعيبه من الدرجه الثانيه، لعيبه كانت ما بتلعبش بانديتها كتير. عملنا توليفه كده، كابتن طارق يحيى الحمد لله عمل توليفه كويسه جدا، والجهاز الفني راهنا على اللعيبه دي. الحمد لله بدانا مباراه كويسه جدا، بدانا ماتشات صعبه جدا اذا كانت حظنا في الجدول اللي كان الزمالك والاسماعيلي المصري. الحمد لله اداء هايل. تيجي تبص في النتيجه ما بنكسبش. ما دي عشان كده بقول لك معادله صعبه. جدا جدا. نخرج كل مباراه مش عارفين نقول للعيبه ايه، حتى كابتن طارق لما كان بيقول للعيبه مش عارف اقول لكم هارد لك، مش عارف اقول لكم مبروك، لان فعلا في اداء وفي كوره كويسه جدا. في ظاهره وحشه جدا بتقابلنا، تضييع الاهداف. مع ان هداف الدوري من عندنا شمس بيكلي جايب 7 اجوان. تيجي تبص شمس بيكلي جايب 7 اجوان وضيع 50 بالظبط. انا عارف كابتن طارق عامل سيدهيه كده عدد الفرص اللي ضايعه خلال ال10 ماتشات اللي فاتت. حوالي 30 فرصه، لا 30 هدف مش 30 فرصه. في فرق من فرصه فرص اجوال. لا بالظبط كده، حاجات غريبه جدا. وماتشات تيجي تكون انت متسيدها تلاقي نفسك خسران. بس في المجمل احنا مطمنين ان احنا معانا فرقه محترمه قادره خلال المباريات اللي جايه ان شاء الله تعدل نفسها من الجدول. احنا محتاجين بس ماتشين ثلاثه مكسب في الاول يدوا اللعيبه ثقه، هتلاقي الموضوع مختلف بالنسبه لنا ان شاء الله. طب انت كابتن احمد ما قعدتوش انت والكابتن طارق يحيى تشوفوا ايه الغلطات؟ احنا ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ اصل خلي بالك حاجه تحير. انا كابتن طارق يحيى مثلا لو حطيت نفسي مكانه ده انا ممكن اتجنن. انا كل حاجه طبعا عارف. انت لما تكون مدير فني وبتخسر بتتضايق يعني بتتضايق انك بتخسر، بس ايه لما بتكون كويس قوي وعامل ماتشات كويسه جدا ومعاك عدد النقط دي القليله جدا دي تستغرب وتتضايق. بتتضايق اكتر من وانت وحش، تعمل عليك لود نفسي كمان. بالظبط. هو حتى كمان كابتن طارق الفتره اللي فاتت جاله كام دور برد ورا بعض، كان في الحج ورجع من الحج كام دور برد. دي انا بقول عشان نفسيته مش مبسوط. مش مبسوط لانه فعلا بنكون في المباراه بنتفرج والناس مسيطره وفرق كبيره، اذا كان الزمالك اذا كان الاسماعيلي على ملعبه، اذا كان بيراميدز انك تكون مغلوب 3-1 ترجع المباراه 3-3 والشوط الثاني لازم تكسب. الاتحاد المباراه اللي فاتت في اسكندريه بعد فوزه على النادي الاهلي والثقه والجمهور جاي يحتفل انك انت تسيطر على المباراه برده والمباراه تخلص 1-1 ومضيع فرصتين ما يضيعوش في الاخر. بالظبط بالظبط. فدي مش عارف انت اكيد احنا برده بنشوف الاخطاء ايه. الفرص اللي بتضيع دي اكيد بنشتغل ونشغل اللعيبه على الكور السهله دي والانفرادات. بس برده لازم تعرف يا كابتن مهما انت اشتغلت في الكواليتي اللعيب اللي هو حتى لو ما اتمرنتش عنده لو جات له فرصه بيعرف يخلصها. بالظبط. دي ممكن تكون مش عندنا. لسه مش عندنا او جايز اللعيبه محتاجه الثقه والخبرات الفتره الجايه ان هي تبقى عندهم. عندهم دي. فاحنا بندور محتاجين حد في اماكن معينه يقدر لما يجي لنا فرصه او اتنين يعرف يخلصها. فان شاء الله نتمنى التوفيق الفتره، هو التوفيق بس، نتمنى التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. التوفيق حاجه مهمه جدا. التوفيق واكيد زي ما انت بتقول يا كابتن اللي هو الهداف الكواليتي اللي عنده اللي في الجول كابتن ميدو. احنا بنتكلم منتخب مصر، منتخب مصر نفسه ما بتيجي تختار مهاجم برضه بتتعب شويه لما تختار المهاجم. هو بيجيبوا مروان وهو ما بيلعبش في النادي الاهلي منتخب لانه عارفين ان هو مهاجم جيد. مروان عنده الكواليتي اللي هو لو جات له فرصه بيعرف يخلصها.
فمش بجيبه عشان ما بيلعبش لك، لا لا، ما انا هشوف الناس الموجوده واللي بتلعب في الانديه، لكن اقارنهم مثلا بمروان، لا الاقي مروان افضل، فمروان بيتاخد عشان كده. طب انت شايف نظره الفيرود في الدوري المصري دي جايه من فين؟ بسببها طبعا الانديه كلها صراع الدوري صعب جدا، صراع البونت صعب جدا، كله عايز اللعيب الجاهز، ما حدش عايز يجيب لعيب ويفضل يصبر عليه، فبجيب اللعيب الافريقي. بص كده يا كابتن، اللعيبه كلها او الدوري كله كده، كم عدد الفراود الافارقه في الانديه كلها؟ هتلاقي محترفين، مش هنقول افارقه عشان في لعيبه بالظبط كده، هتلاقيهم كلهم كتير جدا، نسبه مثلا 70%، هتلاقي 30% مهاجمين مصريين. طب يا احمد، ما عندك انجلترا الاحتراف ماليها اساسا، اكيد بالرغم من كده اكيد فراوده عريكين، اكيد فيرود هداف، عندك لعيبه كتير جدا. ما هو انت بقى وحظك انك يكون عندك في نادي معين. ما هو النادي المقدمه مثلا في انجلترا مانشستر سيتي، ها المهاجم بتاعهم الارجنتيني، هتلاقي واخد من توتنهام، فيرود من توتنهام. انت ممكن يكون حظك مثلا في نادي مثلا في وسط الجدول في سموحه، عندهم حسام حسن، فيرود جيد ممكن ياخده في المنتخب. هو بقى انت وحظك منتخب يكون عندك فيرود مهاجم جيد في فرق، بس مش في اتليهم في الانديه المقدمه. النادي المقدمه النادي الاهلي، مهاجم افريقي، ازارو الزمالك، كاسونجو، مروان، بالظبط كده. فهتلاقي النادي المقدمين كلهم مهاجم افريقي. فهي دي بقى انت وحظك، فرقه في نص الجدول يكون عندهم مهاجم جيد. طب دي برضو تاني، بس انا النقطه ديت مهمه جدا بالنسبه لي، دي عقليات مصريه مش قادرين نشوف او مش قادرين نصبر على على فرود مصري، وعايزين نجيب، خلي بالك، وعايزين نجيب فرود افريقي عشان اقول انا جبت محترف افريقي، عشان لو ما جبش جوان خلاص انا هعمل ايه؟ ولا عشان فعلا ما فيش فروده في مصر؟ فعلا برضو المهاجم الجيد او المهاجم الكواليتي العالي، زي زمان مثلا تلاقي في كل الانديه، كان الاهلي، كان الزمالك، كان المصري، كان المقاولين، هتلاقي كل في واحد كل فرقه من دوله هتلاقي مهاجم جيد. النادي الاهلي كان فيه كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوي، كابتن حسام حسن، نادي الزمالك هتلاقي ايمن منصور، النادي المصري هتلاقي مصعب نور، لا انا بتكلم ان بص كل الانديه دي من اول الدوري، اخر الدوري الاهلي لغايه المنصوره، هتلاقي عندهم لعيب مميز، فيرود ايمن محب كان في المنصوره كان مميز جدا، بالظبط، وكان المنصوره بيصارع. فانا بتكلم ان كان زمان المهاجم كان في 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 كتير لعيبه كتير ولعيبه مميزه جدا، دلوقتي قليله جدا الفيرود. المهاجم الجيد فعلا دي ما تعرفش بقى، دي عيب في قطاع الناشئين، محدش عارف يشتغل او محدش بيشتغل ان يطلع لك مهاجم جيد زي السنين اللي فاتت او زي السنوات السابقه. مصر مليانه مواهب بصراحه، مصر انت مليانه، عندك مشكله مواهب. دلوقتي في مصر عندك مشكله في المهاجم، عندك مشكله في المساك، عندك مشكله في المدربين، مشكله في الباك ليفت، عندك مشكله في المدربين، اكيد طبعا اكيد طبعا. انك انت دلوقتي بتشتغل في الدوري الممتاز، وفي لعيبه لسه في الدوري الممتاز مش عارفه مركزه ده المفروض يعمل في مركزه بالظبط. طب ده انت اشتغلت او لعبت السنين اللي فاتت دي كلها، المدرب كان بيقول لك ايه؟ هل بيسيبك تشتغل كده ولا بيصحح اخطائك؟ الا ما رحم ربي يعني، ولا بيصحح اخطائك؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. في فعلا لعيبه في الدوري الممتاز فعلا خلال قطاع الناشئين ما تعلموش حاجه، محدش قال لهم حاجه، دي حقيقه. فاحنا بنسال لما يجي نشتغل بجامعة او انا او كابتن طارق او حد بيجي يساله، يقول لك انت كنت قطاع الناشئين نادي ايه؟ ما انت قطاع الناشئين نادي كبير، لازم تعرف ان هو عنده كميه من المعلومات كبيره جدا. في الانديه الصغيره وكده في ناس ما بتشتغلش، في ناس كده عارف ضعف المقابل المادي، بيقول لك نشتغل على قد الفلوس، بالظبط كده. فما بيحاولش. والمصيبه الاكبر ان اللعيب بيبطل يمسكوه قطاع الناشئين. بالظبط. احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا مع كابتن هشام صالح، يعني دي مصيبه. ليه المشكله دي؟ انت لسه مدرب، لسه مش عارف حاجه، ما عندكش حاجه بالظبط. فهتقول لي الولد ايه؟ هكلمه هيطلع سنه والثانيه ثالثه واربعه وخمسه، هيطلع من قطاع الناشئين مش عارف حاجه. دي حقيقه، دي مشكله كبيره جدا، دي حقيقه، دي مشكله كبيره. بس احنا بنتكلم مش زي بره يجيب لك واحد خبير يقول لك هو المسؤول على الفرق، لازم، لان هو زي ما النادي الاهلي جه في فتره كده كروفر، بالظبط، مش اللعيبه بس اللي بتستفاد منه، لا المدربين كمان بتوع القطاع بيستفادوا منه، وبيطلع بعديها كذا مدرب عنده من الخبره اللي استفاد من مدرب كبير. هي دي المشكله، بالظبط هي دي المشكله. دايما بقول عندنا فراوده وعندنا مساكين وعندنا جوال، بس مين اللي يشوفهم ومين اللي يعملهم ومين اللي يزودهم ومين اللي يتعب عشان يشتغلهم ومين اللي بالظبط بالظبط. موضوع كبير طبعا. انت مرتبط بالكابتن طارق يحيى،
هو بصراحه هو يتحب شخصيه جميله. انت عارف كابتن طارق الجهاز الفني يعني بتاعنا كله، كابتن حماده انور زملكاوي، كابتن عبد الهادي زملكاوي، كابتن يحيى زملكاوي، معايا السوركي اسماعيلاوي، حرقت لي سؤالي معايا احمد بدر بس الاهلاوي، بس هم واخدينك اتفقوا بيك انت راجل بتاع بطولات. معلش يا كابتن طارق حته يعني مش هقدر اسكت، لازم يكون معاك حته بطولات يعني. كابتن طارق الاهلي برضه، كابتن طارق من الزملكاويه الجامدين قوي، ده عسل. لا لا كابتن طارق نادي الزمالك، لا 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 فعارف، فما وخلي بالك وبيحب النادي الاهلي يعني. كابتن طارق بصراحه يعني قصدي بص الشخصيات اللي هي جميل، حاجه جميله من جوه كده سويه، فتلاقي الدنيا بالظبط حلوه سويه دي، حلوه سويه دي جدا خلي بالك. مع انه النهارده قال لي، قلت له هخبط في الزمالك شو، قال لي وريني كده تعمل ايه. مش هتقدر طبعا، مش هتقدر. لا طبعا نادي الزمالك نادي كبير. فبقول لك الجهاز الفني كله معايا، كله زملكاوي معايا، واحد اسماعيلاوي، كابتن السويركي، وقاسم ادري مخطط احمال من الناس الشاطره جدا. قاسم اشتغل كتير في النادي الاهلي، واشتغل مع كابتن حسام البدري في المنتخب الاولمبي، ومعانا عماد بدر طبعا برضه اشتغل في النادي الاهلي، مدير اداري اشتغل فتره طويله في النادي الاهلي. اصل احنا يعني احنا كاهلاويه يا احمد هنقطع ليه في الناس التانيه؟ لا 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 خالص، لا ما نقدرش يعني، احنا ايه اللي ناقصنا؟ ما نقدرش. بقول لك ايه، ابعد عن النقطه دي خالص وعديها، عديها عشان خاطر انا عايز مش الكلام، عايز اكمل مع الناس. لا كابتن طارق شخصيه جميله قوي، مدرب كويس قوي قوي كمان، مدرب بيعرف يلم الناس حواليه قوي، بيعرف يحبب اللعيبه فيه. مش لعبه بس، كابتن طارق عنده حاجه سبحان الله، كل واحد ربنا بيديله، مفيش نادي بيمسكه الا لما بيعمل حاله من الجهاز الفني واللعيبه والناس اللي بتشتغل، تلاقي اسره كده حلوه قوي، ناس بتحب بيسالوا عليه وبنسال مع بعض وناكل مع بعض، حاجه جميله جدا يعني. صح. مش عايز احسده، لا لا ربنا الله. ربنا مدينه الموهبه دي والحاجه الحلوه دي، لعيب جامد يعني. انا فاكر له جون في الاهلي يلا كنا على طول، كان هارينا جوان في كابتن ثابت البطل الله يرحمه، ف هو عارف في جون كده جابه غيره العارضه، غيرت شكل العارضه بعد كده، الشبكه شات الكوره الشبكه الشبكه بقول لك هو ده الجون، ايوه جون الكوره وطلع فل، هو كل شويه الاتحاد الدولي غير الشبكه عشان خاطر الجون ده فعلا. أيوة. فعلا فعلا أيوة. الكوره دخلت وطلعت واحنا قلنا مش بالظبط كده بالظبط، حتى يا رب الحكم ما ياخد باله بس حسبوه. لا كابتن طارق تاريخ كبير كلاعب حاجه، وكاس امم 86 اكيد ومع الزمالك طبعا بطولات كتيره اكيد. انت كم بطوله مع الاهلي يا كابتن؟ 7 بطولات ما شاء الله، 3 دوري عام و2 كاس مصر وبطوله عربيه وبطوله افريقيا 93. ومشيت من الاهلي امتى؟ 96 97. كم سنه؟ كم سنه في الاول؟ 4 سنين. لا كم ومشيت، كانت عندك كم كان سنة؟ عندي 25 سنه. 25 بس كان ساعتها كانت ميدو غير الانديه دلوقتي خالص، لما تمشي من النادي الاهلي تروح انديه ثانيه فرق كبير قوي دلوقتي، ممكن تمشي من النادي الاهلي تلعب في نادي برضه. الاحتراف خلى الانديه قريبه من بعض قوي. لكن زمان صدمه، انا طبعا مع احترامي كل الانديه طبعا، انتقلت لجمهوريه شبين كان في الدوري الممتاز، كان الموضوع صعب بالنسبه لي. انت رحت برضو يعني طبعا جمهوريه شبين طبعا حاجه جميله، ما انا بقول لك بس صعب جدا بالزبط. كان فرق كبير قوي خلاني مش قادر صدمه كانت بالنسبه لي، فرق كبير جدا مع احترامي طبعا جمهوريه شبين دلوقتي. ده اكيد احنا بنتكلم بس على فرق الكوره. اكيد طبعا بس ولعبت بعد كده في بعض الانديه والحمد لله، دخلنا بقى في التدريب تعالى نشوف مدينه نصر، عندنا حفله كده ربنا يزود افراحنا، نشوف الحفله في مدينه نصر مع زميلي كريم احمد ولا مينا برجاوي، محمد سعيد. محمد سعيد اهلا بيك. عائله الاهلي باليوبيل يلا، مرور 25 سنه على انشاء المرحله الاولى وافتتاح المرحله الاولى هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر يوم 28 اكتوبر عام 1993، والنهارده في اواخر شهر اكتوبر عام 2018، فبالتالي بعد 25 سنه افتتاح المرحله الاولى، والنهارده بنحتفل باليوبيل الفضي، بالتاكيد احتفاليه رائعه لكل عائله الاهلي، بتبدا النهارده من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر اللي هذا الافتتاح الكبير جدا اللي كان بالنسبه لكل الرياضيين صرح رياضي كبير جدا في منشات رياضيه. النادي الاهلي دائما كما هو سباق في كل العهود سواء في القطاعات الرياضيه ايضا في القطاعات الانشائيه، وهذا الصرح الرياضي الكبير جدا اللي كانت فكرته في منتصف السبعينات من فكره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده طبعا الفريق عبد المحسن كامل المرتجي رئيس النادي الاهلي، ثم تدرجت الفكره الى ان جاء التنفيذ من خلال الكابتن صالح سليم في اوائل التسعينات في فتره كبيره جدا لانشاء المرحله الاولى وافتتاح المرحله الاولى في 28 اكتوبر عام 1993. في تفاصيل كثيره جدا
ممكن نقولها النهارده في اليوبيل الفضي واحتفاليه عائله الاهلي النهارده داخل فرع مدينه الاهلي بمدينه نصر. واحنا النهارده احتفالات وايام سعيده بنحتفل بيها خلال الفتره الحاليه تحديدا بقرارات مهمه جدا واحتفالات مهمه جدا، واحنا كمان مقبلين على نهائي افريقيا ان شاء الله لفريق كره القدم. في هذه اللحظات ايضا كمان بينضم لي دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور شريف اولا برحب بيك، يوم استثنائي بنعيش ايام جميله في الفتره الحاليه بين عائله الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي في كل مكان يا دكتور شريف. شكرك يا محمد، مساء الخير اولا، تحياتي ليك وتحياتي لاعضاء النادي الاهلي العظيم اللي بنشرف كلنا بالانتماء الى هذا الصرح. انا واحد من اهل مدينه نصر، فبالتالي منحاز الى مدينه نصر، وان كان ده شيء بيزعج المسؤولين ومجلس الاداره لانهم بالنسبه لهم النادي الاهلي كيان واحد بفروعه المختلفه سواء الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد وقريبا ان شاء الله التجمع. ودي فلسفه عيله النادي الاهلي اللي دايما بتكلم عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء المجلس وكمان الاداره التنفيذيه. انا بعتقد انه من حسن الطالع انه هذه الذكرى ومرور 25 سنه على انشاء اهلي مدينه نصر بتتزامن مع احتفالات مصر كمان بنصر اكتوبر. ده شهر احنا بنشعر كلنا فيه بالعز والفخار اللي بيتزامن مع النصر العظيم لقواتنا المسلحه في حرب اكتوبر المجيده. انه كمان اهلنا في مدينه نصر واحنا بنحتفل في مدينه نصر واهلي مدينه نصر بمرور 25 سنه على افتتاح الفرع، انا بعتبر ان دي بشره خير وطالع حسن بيتزامن ايضا ان شاء الله مع فرحتنا كلنا يوم 2 نوفمبر ثم 9 نوفمبر ان شاء الله ان شاء الله يا رب برفع كاس افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي ووصولنا للمره ال 12. ايضا خليني اقول لك يا محمد انه مجلس الاداره كان حريص في هذه الذكرى انه يتواجد الحقيقه عن بكره ابيه بدايه من الكابتن محمود الخطيب وكل الساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. طيب لغايه لما محمد سعيد يرجع لنا تاني شفنا اجواء الاحتفال كابتن ميدو. محمد سعيد مغطي ان شاء الله يعني يكون كل ايامنا احتفالات كده وحاجه جميله جدا ورجع تاني. يلا يلا طيب يلا محمد اثبت بقى محمد. احنا نوجه لها كل تقدير واحترام هو والساده زملائه جميعا في كل القطاعات المختلفه. امبارح الحقيقه على مدار الساعه غرفه عمليات في مكتب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتواصل مع اداره مدينه نصر من اجل اعداد هذا الحفل. الكل عاوز يدخل الفرح والسرور ونشعر بقيمه هذا الحدث، فيا رب دايما النادي الاهلي في عزه ونصر وكل سنه واسره النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي المكونه من جمهوره واعضائه والعاملين به والفرق الرياضيه في عزه ونصر وسعاده ودايما يعني في تقدم وفي ازدهار. انا بعتقد انه بعد انتهاء مجموعه التطوير والانشاءات الجديده اللي في غضون شهرين هتكون جاهزه للافتتاح في مرحله ثانيه طبقا للبرنامج الزمني اللي الزم نفسه به مجلس الاداره، هيكون حمام سباحه وصاله العاب وجراج وحاجات قبل مده المجلس ما تنتهي ان شاء الله. هيكون اهل مدينه نصر عندهم يعني فعلا صرح يشار ليه بالبنان وسعداء وفخورين به وبيباهوا به كل انديه مصر. يعني كل سنه وكلنا طيبين والنادي الاهلي بخير وسلام. دكتور شريف كلمه اخيره، الصرح الرياضي الكبير ده اللي كان اول افتتاح ليه في المرحله الاولى عام 93، ملاعب تدريب، مبنى اجتماعي، حمام سباحه، ثم مكتبه في المرحله الاخيره عام 2003، والانشاءات بتستكمل في الاطار الجديد لعائله الاهلي بعد 25 سنه بتجديدات كمان بتواكب الحدث مع الجمال اللي احنا شايفينه في مقر النادي الاهلي هنا في مدينه نصر وهذا الازدحام الجميل جدا لعائله النادي الاهلي. صحيح، خليني اقول لك يا محمد يعني انا كانت زياراتي للنادي الاهلي من 2001، يعني بدات افكر اعمل عضويه وزياراتي للنادي الاهلي هنا في مدينه نصر كانت من 2001. منذ ذلك التاريخ وحتى الان انا بعتقد انه كل سنه وكل لا عايز اقول لك كل شهر كنت بجد تطور وانشاءات مختلفه ورؤيه ومجالس ادارات بتكمل بعض، وده الحقيقه فلسفه النادي الاهلي واللي بيميزنا الحقيقه عن اي نادي اخر. لما تيجي تتكلم مع رئيس النادي الاهلي وتقول له ما شاء الله ده المشروعات دي لو تمت هيبقى شيء عظيم وانت هتبقى احسن رئيس نادي واعظم رئيس نادي في النادي الاهلي، فينزعج جدا ويقول لك لا احنا ما عندناش حاجه اسمها رئيس نادي احسن من رئيس نادي، احنا جيل بيكمل جيل. فكل الترحيه والتقدير والاحترام لمجلس المهندس محمود طاهر اللي اشتغل وسلم الرايه لمجلس الكابتن محمود الخطيب.
ده حقيقي يعني. انا عايز اقول لكم ان ده شعور فعلا مجلس الاداره، ودي رؤيه الكابتن محمود الخطيب، وهو شايف انه مجلس المهندس محمود طاهر كمل مجلس الكابتن حسن حمدي اللي كمل مجلس الكابتن صالح سليم وصولا الى مجلس الكابتن محمود الخطيب، وهيجي بالتاكيد رئيس من ابناء النادي الاهلي يستكمل مسار. احنا بنبني في النادي الاهلي كل جيل وكل اداره بتبني على ما قدمته الإدارة السلف، الكل في بوتقة واحدة، الكل على قلب رجل واحد، يتباين وجهات النظر لكن يبقى الناس بيجمعهم الحب والاحترام وتقدير الكيان. الحقيقة الأهلوية عندهم حب وتقدير لناديهم فعلا مضرب الأمثال من الأندية الأخرى. فالحقيقة أنه كل يوم تدخل النادي أو تغيب شهر وتيجي لازم تجد حاجة جديدة. الحقيقه انه نادي اهلي مدينه نصر نظرا للكثافه السكانيه اللي في مدينه نصر والمنشات، فالعدد اللي بيرتاده عدد كبير جدا. عندك مساحه ما زالت خاليه، مجلس الاداره ليل نهار بيفكر وبيحاول يوفر موارد ماليه علشان يخفف الضغط على الناس، سواء فيما يتعلق بحمام سباحه جديد، بصاله العاب، ملاعب خماسيه، جراج، يعني بعض المنشات اللي توفر كل الراحه وسبل الراحه وممارسه الرياضه سواء على سبيل الهوايه للاعضاء او على سبيل الاحتراف لابناء الاعضاء. انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي بيضم 180 الف اسره، فيما يقرب من 12 او 13 الف عضو رياضي، يعني في 12 الف من ابنائنا بيمارسوا الرياضه. ولما انت ما بتجدش مكان بيبقى عندك مشكله كبيره وبتفكر تخرج تعلم ابنك بره في مكان، وده الحقيقه بيكلفنا مبالغ طائله. وبالتالي لا، احنا لينا حق على النادي انه مجلس الاداره يفكر، ان الاداره التنفيذيه تفكر وتجتهد وتشتغل، وده اللي حاصل دلوقتي. يعني مجلس الاداره ما زال منعقد، وان شاء الله هيكون في قرارات مهمه هنعلن عنها في غضون يعني دقائق او ساعات قليله بعد انت ما تستكمل فقرات هذا الحفل. واحنا عندنا فقره فنيه مفاجاه بكل المقاييس، ونجم محبوب الحقيقه مش عايز احرقه واسيبنا، مش عايزين الناس تشوفها كده على الهوا مره. الحقيقه النهارده خميس، النادي مليء باعضاء النادي كلهم وجوه مضيئه، واحنا بنتشرف بيهم وبنفخر بيهم. انا شخصيا يعني عندي انتماء وفخر شديد اني بنتمي لهذا النادي العظيم، فكل التحيه مره ثانيه لعائله النادي الاهلي، حضرتك وقناه الاهلي الحقيقه اللي اتنقلت نقله كبيره جدا مع زميلنا العزيز الدكتور خالد توحيد. وعايز انتهز الفرصه كمان محمد واشكر الحقيقه اللجان المتطوعه سواء لجنه المراه، الشباب، الخدمات، اللجنه العليا. شكرا جدا ليك يا محمد سعيد، وشكرا طبعا للمحترم الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. كنت لسه بتكلم مع احمد عبد الفتاح بقول له يعني النادي الاهلي دايما اي حد بيطلع يتكلم فيه بيكون عند مستوى المسؤوليه، وكل كلمه طالعه منه بيحسبها، وكل كلمه طالعه منه بمنتهى الادب والاحترام. كابتن محمود الخطيب قدوه كبيره جدا، مفيش حاجه اسمها مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، هو بيمثل مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانت متعاقبه قبل كده وبعد كده دايما. حتى كان افكركم لما دخل معايا الكابتن محمد مرجان وقلت له المخالفات، وكان في مخالفات في المجالس القديمه، وقال لي مفيش حاجه اسمها مجالس قديمه ومجالس جديده، احنا كلنا مجلس واحد، كلنا في الاول وفي الاخر بنمثل النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم الموضوع كبير جدا، ده الكلام اللي بتتعلموا منه، ده الكلام اللي انتوا تتعلموا منه، مش بقى اللي طالع مش عارف بيقول ايه، واللي طالع مش عارف بيقول ايه، واللي طالع ماسك فانوس رمضان ويقول لك مش عارف ايه. ده الكلام فعلا اللي عايز يتعلم يتعلم يعني ايه قيم واخلاق ومبادئ وناس بتحافظ على اسم ناديها وبتحافظ على اسم جماهيرها وبتحافظ على اسم انها اكبر مؤسسه واكبر مكان في الشرق الاوسط كله، في افريقيا وفي العرب كله، كمان الوطن العربي كله. عشان كده دايما مشرفين اي مكان بيروحوه. سنوات ضوئيه بين النادي الاهلي وبين اي حد ممكن يتكلم عليه كلام ملوش اي محل من الاعراب. منور يا كابتن. حبيبي يا كابتن. نرجع تاني للكابتن احمد عبد الفتاح المدرب، وطبعا مع كابتن طارق احنا اتكلمنا عليه كتير جدا، وانا شخصيا اصلا بحبها كمان. معاك كمان كابتن مدحت عبد الهادي، لعيب من اللعيبه اللي كنت بحب اتفرج عليها طبعا. كان عنده تاكلينج مش طبيعي ما شاء الله، يعني قلب الاسد. قلب الاسد. طبعا مدحت من الشخصيات الجميله جدا. جهاز مدافعين وفرود وانت كمان فرود وصانع العاب كابتن طارق يحيى، طب لعب ناحيه الشمال على طول. جهاز تحسه جميل قوي. الحمد لله. عشان كده بتقدموا كوره شكلكم. الحمد لله كابتن طارق لما جه اختار فعلا اختار مدحت من الناس الزملكاويه اللي عندهم روح، ومهم قوي انك انت توصل اللعيبه بتاعتك اللعب من غير روح ما بيوديش للنتائج. مدحت كان لعيب جامد جدا وكانت روحه كبيره جدا وحبه لنادي الزمالك، هو بيشتغل الحته دي كويس جدا، زائد كان مدافع جيد جدا من احسن المساكين اللي جم في تاريخ
مصر في اوقات طويله جدا، بيشتغل من مدافعين شغل تخصصي، بس برضه كنا بنرقصه وبنجيب منه اي حد بيترقص كده، احسن مدافعين في العالم بيترقصوا. بس عسل مدحت من الشخصيات الجميله جدا، ان انا مبسوط طبعا ان انا شغال معاه ومع كابتن طارق يعني وكابتن حماده والناس كلها. ربنا يوفقكم، بتقدموا فعلا كوره جميله قوي والله يا احمد. حتى لما كابتن طارق حكى كان بيطلع معايا في اي مناسبه انا فيها، كنت دايما بقول له انت عارف انا غير ان انا كمان بحب بتروجيت قوي ومنتمي ليها طبعا، لكن بتروجيت الكوره بتاعتكم حلو وكوره جديده قوي من ايام الكابتن مختار. ايوه ده اللي كنت بتكلم عليه. لكن لسه انت محتاج توفيق، محتاج لعيبه تخلص. شميلس بيكلي هو على فكره شميلس بيكلي لعيب مهم جدا، بس لعيب يضيع لك كور غريبه. شميلس مش بس لعيب طبعا كابتن طارق هيرجعه طبعا. شميلس بيكلي شميلس من اللعيبه المميزين جدا في منتخب اثيوبيا كمان. لعيب بيلعب تحت الفرود وهداف الدوري، دي حاجه كويسه. بيجي من تحت المهاجمين بيوصل كتير. ما هو انت لازم عشان تجيب الجوان لازم تضيع بالظبط. فهو نسبه وهو تيجي تكلمه يعني ما هو بيجيب جوان. بيضيع كتير. طبعا كان لو كان جاب نص الاجوان اللي ضاع دي كنا احنا في حته ثانيه خالص. حتى كان طريق نفسه بالظبط كان راح حته ثانيه خالص وبعد خالص وعمل تسويه لنفسه وحط نفسه في مكان تاني خالص. ما بتشتغلش معاه يا احمد، مش شغل. لا مش معاك كوره، مش معاه كلام اكيد. كل اللي هو اللي بيضيعه مش كوره، هو لعيب كوره عالي جدا. بالظبط بالظبط. فهو ممكن يكون من تفكيره العالي قوي بيضيع حاجات غريبه، زي الشناوي كده. الشناوي خلاص بيصد الكور اللي ما حدش صعبه يصدها. جدا ويجي حاجه صغيره الكره اللي فاتت كانت الكره كانت سهله شويه. فدي ساعات اللعيب بيجي لي كده لحظه معينه الثقه بتبقى زياده على اللزوم، فوق السحاب بتبقى زياده على اللزوم. فدي بتروح عامله معاك مشكله. ممكن بتحصل مع لعيب، بتحصل مع المهاجم، بتحصل مع المدافع لما يجي يمسك الكره واللعيب يقطعها منه، برده بيبقى الثقه زياده. بالظبط. وبتحصل مع المهاجم، بتحصل مع حارس المرمى، ده بيحصل. فانا بقول احنا بنشتغل، واكيد بتشتغل على الاخطاء، واكيد بتشتغل نفسيا مع اللعيبه. لان برده انا كابتن ميدو احنا معانا مجموعه من اللعيبه خبراتهم لسه. في ناس يعني مثلا في ناس سنه اولى دوري ممتاز. فدي لسه بتاخد وقت شويه. توليفه بنتكلم مثلا 11 لعيب ولا ايجابيه. 11 لعيب السنه دي، ممكن واحد او اثنين من الفرقه السنه اللي فاتت. فبص يعني انك انت توصل بالتوليفه دي بالاداء ده، دي حاجه كرم من عند ربنا. أكيد. انك انت ممكن تبقى ايه بتكسب، بس شكلك مش كويس، ان التوليفه لسه ما اتظبطتش. لكن الحمد لله التوليفه جت. احنا لعبنا فتره عدد مجموعه من مباريات كتيره جدا وديه، فوصلنا الحمد لله توليفه متفاهمه جدا. بس هو التوفيق بس في المباريات. فنتمنى ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله هتوصلوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. يا رب توفيق معاكم ان شاء الله. تجيبوا لعيبه برضو حاجات بسيطه محتاجينها. اكيد اكيد طبعا. عمرو حسن بطل وهو اللي خد القرار، ولا انتوا كان ليكوا دور؟ لا اكيد طبعا. عمرو لما لقى نفسه يعني اشتراكه للمباراه قليل شويه، قال خلاص لا انا استوب من اللعيبه اللي قعدت في الدوري الممتاز فتره طويله جدا. عمرو اكيد اخلاقيا لعيب من احسن الباكات رايت اللي شفتها في الدوري المصري. اخلاقيا حاجه محترمه جدا. كابتن تيم على اعلى مستوى. لا هو خد القرار، وكنا بنتمنى ان هو كمان يكمل معنا السنه دي، بس هو خد القرار. بيبقى صعب عليك انك انت بتفضل تلعب اساسي اساسي اساسي، وتلاقي مره واحده السجاده بتسحب من تحت. بس بيبقى ليه دور. اكيد بيبقى ليه دور، حتى لو هيلعب ربع ساعه محتاجه اكيد كعمرو حسن. اكيد طبعا اكيد. وحتى كمان ككابتن تيم دي مهمه جدا. الكابتن تيم عنده من الخبرات، بيبقى كانه مدرب معاك. انه يلم اللعيبه ويتكلم اللعيبه في فان هو لا يا جماعه احنا فريق بتروجيت، لا لازم نكسب، احنا كذا احنا كذا احنا كذا. ده دور طبعا في مجموعه من اللعيبه الكبار طبعا بتشتغل الدور ده. يعني انت عارف كابتن احمد، حياتك في الكوره في شخصيات بتاثر فيك. اكيد. من الشخصيات اللي اثرت فيا فعلا وانا بمرن في الكوره عمرو حسن واسامه محمد. اثنين في منتهى الاخلاص. اكيد. اثنين في منتهى العطاء. اثنين اتظلموا ظلم مبين في الكوره المصريه. اكيد في اوقات من الاوقات كانوا من نجوم وما تلاقوهمش اسمهم مثلا في منتخب مصر. بالظبط. انا بقول لك عمرو حسن حاجه اوروبيه، واسامه محمد حاجه اوروبيه. بالظبط. ظلم باين. في الكوره عشان ما انتموش لانديه كبيره، مثلا نقول مثلا لانديه كبيره. فطبعا في لعيبه كتير بالشكل ده. طبعا اسامه دلوقتي مع كابتن مختار في الانتاج الحربي، ربنا يوفقه كمدرب. وان شاء الله برضو عمرو يختار الطريق اللي هو كان مدرب، اذا كان اداري، اذا كان اي حاجه في المجال، هينجح لانهم الشخصيات الجميله جدا. هتلاقي اسامه ماسك ودان الكابتن مختار يقول له نجيب عمرو حسن. انا عارفك يا اسامه، انت عمرو حسن.
ممكن. حاجه بصراحه يعني انا لازم اي مجال الحديث على البتروجيت لازم اثني على الاثنين دول. انا حد 17 سنه اتشرفت ان انا عرفت الاثنين دول واتشرفت ان انا مرنتهم. حاجه مثل 15 سنه في فرقه بتروجيت الاهلي وفوكس ضيف عشان نلحق نتكلم في الماتش ده. الماتش خسرنا 2-1 لكن وصلنا للي احنا عايزينه. اتكلم انت عشان انا ما اديلكش خيوط كلام اسرع كبير. كان نفسي المباراه في مصر تخلص باكتر ولنا فرص واخر ربع ساعه بالذات كان فرص كانت ممكن تخلي الدنيا يعني ايه اجوال. انت هاخد بقى اللفظ بتاعك اجوال مش فرص. بالظبط. لا اجوال في اجوال ما تضيعش ومن ناس هدافين الفرقه. دي صعبت الامور شويه انك انت ترى بتلعب في الجزائر وعارف فرق الجزائر بتعملها ازاي والجمهور والملعب. انا وانا بتفرج على الملعب وبتفرج على الماتش فوجئت بالملعب. مساحه الملعب صغيره جدا. برافو. اصل انا اتكلمت في كده فانا عشان كده سبت لك الكلام عشان ما اقولوش ان احنا متفقين. لا فعلا ملعب تحس انك تلعب في ملعب خماسي. بص المسافه من خط ال 18 للاوت مسافه صغيره جدا كانك بتلعب في فكرك مثلا لما تروح تلعب فرقه درجه ثانيه وفرقه درجه ثالثه بتلاقي الملاعب الصغيره دي قوي. دي انا شايفها ان هي سهلت في بعض الاوقات وصعبت في بعض الاوقات. ليه؟ لان كل ما تلاقي المساحات الصغيره في 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 الدفاع بيبقى اسهل لك لكن في الهجوم بتبقى اصعب لك. انت بتهاجم النادي الاهلي بيهاجم كتير بيحتاج مساحات واسعه. حتى لما كنت تفتكر كده ان كان في مشاكل احنا كنا بنطلب ان احنا لما بنيجي نلعب في بطر النادي الاهلي بنيجي نلعب في بطر سبورت يقول لك لا انا عايز العب في برج العرب. ليه؟ الملعب اوسع. بالظبط. ليه؟ النادي الاهلي عنده من اللعيبه المميزه اللي بتشتغل في المساحات احسن من المساحات الصغيره. بالظبط. ليه؟ لانه بيهاجم وعايز يكسب. لكن بره انت راح تلعب هناك كسبان 2-0 عامل توازن بين الهجوم وبين الدفاع. بتلعب فرقه محترمه جدا. وهم هناك هم هنا المباراه هنا انا فوجئت بالشكل ده. انا لما شفتهم هناك قلت مش معقوله هي دي الفرقه اللي كانت بتلعب هنا في مصر. خالص. انا قلت كده. لعيبه مميزه جدا عندهم لعيب تحت الفيرود الاسول. انت اللي ما كنتش الاهلي بتاع برج العرب ده اكيد. دي رقم واحد برضو. وهم برضو مش هما الفرقه دي. جمهور وملعب جمهور. بالظبط. موضوع تاني خالص. اتغيرت خالص. موضوع تاني خالص. لعيبه مميزه جدا ولعيبه بيلعبوا كوره على الارض كويس وحافظين الملعب الحمد لله ان احنا في الاخر وصلنا للشكل ده. بس انا شايف ان الجون اللي جبناه هو ده اللي وصلنا لكده. اكيد اكيد وليد سليمان اكيد الجون اللي جبناه وصلنا ان احنا نتراخى ان احنا نخسر. بالظبط كده. بالظبط. في لعيبه في الملعب بعد شفتها بعد الهدف. لا مش هي قبل الهدف. التركيز كان عالي مش عايز يجي فيه الجون. اول ما جبت الجون في لعيبه ريحت. قالت لا احنا مش هيجي فينا اربعه. صعب. حتى لو جه فينا ثلاثه لا احنا كسبانين 2. صعب. لا جدا. صعب. بس مش النادي الاهلي يخسر بالشكل ده. صعب جدا. خلت اللعيبه ايه؟ بقى خلاص احنا كسبنا الماتش. مريحين. عدينا مريحين. بالظبط. الجون الثاني جاي في الدقيقه 70. في 20 دقيقه تجيب فيهم جونين يرعبوك لو ما مسكتش نفسك. بالظبط. رجعنا بعد بعد اخر 20 دقيقه رجعنا قبل ما جبنا الجون. تركيز واكتر كمان. تركيز عالي. ما هو ده اللعيب تركيز يا كابتن. يعني لازم اكون مركز بدرجه 100% في الماتشات اللي زي دي. لان انت بتلعب فرقه كبيره سهله تجيب جون واثنين وثلاثه واربعه عادي جدا. لو الاخطاء عندك نسبه الاخطاء عندك عاليه هتستقبل اجوان. بالظبط. فهي دي المشكله. بعد ما جه فينا الجون الثاني لا بدانا ثاني نركز. خط الظهر وقف صح. اللعيبه الكبار بدات تتكلم. الشناوي رجع. الشناوي مطلع كره صعبه. بالزبط. جدا ما انا بقول لك هو ده اللي بتكلم عليه. الجون اللي احنا جبناه عملنا مشكله جامده جدا. لو كانتش كده مش هتلاقي تعامل الشناوي مع الكره اللي جت فينا. انا متاكد ان هي مش جون. انا كنت قاعد مع كابتن احمد ناجي بعد الماتش مباشره. قال لي لا قال لي الكره دي مش جون. مش ممكن تخش بالشكل ده. مش ممكن. الكره صعبه قوي تشوفها. ليه؟ لانها عاليه. لو على الارض ممكن تحسبها. الوحيد اللي يشوفها الشناوي. الشناوي عمره ما هيقول لك جون. طب لو على الارض الحكم ايش لكن عاليه صعبه جدا. ما اصل الكوره لازم تخش. تخش كل محيطها كلها تخش جوه. طب هتعملها ازاي؟ بنسبه كام حاسس ان البطوله في الاهلي ان شاء الله؟ لا الموضوع صعب قوي. محتاج مجهود كبير. نسبه انتصارنا خصوصا كمان انت رايح رادس كذا مره. كذا مره وهم خلاص نغمه ان لا رادس ده ملعب برج العرب. عايزين نكسر بقى الحته دي خلاص. هم بقى بص التركيز بقى كان 100% هتلاقي 500%. ده اللي بيخوفني طبعا. الدوافع. انت لو بتلاعبهم كاول بطوله بعد مثلا 10 سنين. ها
بقالك كتير ما قابلتهمش. لا لا انت مقابلهم السنه اللي فاتت ومخرجهم وخسر كمان الماتش الاخير هناك بالظبط كسبهم برضه زي كل مره زي انت واخد بطوله 2013 بنفس الشكل في ملعبهم تعادلت هنا وكسبتهم هناك بالظبط. فانا اتمنى ان احنا نحسمها من هنا. احنا كل مره بنلعب الترجي ما بنكسبش هنا ودي نكسب هناك موضوع غريب جدا. انا بقى اتمنى المره دي ان احنا نحسمها بدري لان انا شايف ان هيبقى الامور صعبه جدا 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 هناك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله اللعيبه كده تركز وان شاء الله نقدر. احنا محتاجين بطوله, محتاجين كابتن الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا, محتاجين الفتره دي قوي, وهو محتاج الفتره دي قوي ياخد حاجه تقويه شويه. الراجل بيتعب وهو اصلا يعني عنده مشاكل صحيه شويه وبيتعب وبيدوس على نفسه, محتاج حاجه, عارف حاجه نفسيه مهمه جدا. النادي الاهلي محتاج بطوله زي دي, مجلس اداره محتاج بطوله زي دي, فنتمناها ان شاء الله. اكيد مع ان انت عارف انت يعني كل يوم بيعدي على النادي الاهلي في حد ذاته بطوله. اكيد يعني الاهلي اكيد الاهلي أكيد. موجود اكيد. بس انا معاك في كلامك, شايف وانت تتفرج على الماتشات احمد عبد الفتاح كمدرب ايه اللي ناقص الاهلي؟ مش هقول ناقص الاهلي طبعا, النادي الاهلي في اختلاف بدا, في لعيبه بتكبر, في لعيبه بتخش جديده, في لعيبه عندها مشاكل طبعا بتعمل لك مشكله في الفرقه. في ناس بتخش كاول مره كاول سنه السنه دي, في حاجات كتيره بتخش في التيم. بس اللي بيطمني بصراحه يعني لما بلاقي حسام عاشور في الملعب, المسمار بتاعنا ده حاجه يعني. هتلاقي الاخفاقات اللي بيحصل للنادي الاهلي هتلاقي 90% منها عدم وجود حسام عاشور في الملعب. واحسبها كده وشوف, اعمل سكاونتنج كده للماتشات الاهلي بيلعبها. حسام عاشور طول عمره مش في الملعب, بس صدق كل اللعيبه لما بتكبر في الاهلي كل ما بيحلو وكل ما بيزيدوا. حسام عنده يعني احمد فتحي, حسام عاشور وسليمان حاجه كل ما بيكبروا في حاجه كده, كل ما بيكبر كل بيحلو يعني. الخبرات بتزيد, الروح وحبه للفرقه وحبه للكوره هي دي, لازم ندي اكتر عشان نفضل في المكان. هي دي عايز يكمل سنه واثنين وثلاثه وعشرة كمان. في لعيبه بتخش يعني, انا زعلان جدا من الناس اللي بتاخد انتقادات. انا شايف انهم لعيبه مميزه جدا بس مش ماشيه مع حمودي. ناصر ماهر واحمد حمدي وحمودي حمودي من اللعيبه المميزه جدا بس مش ماشيه معاه. يعني نفسي مره اجيب جول واثنين وثلاثه هتلاقي لعيب ثاني خالص. ناصر ماهر برضو من اللعيبه اللي بص انا ما اعرفش طبعا المشاكل اللي بتبعده الفترات اللي فاتت. ناصر من اللعيبه اللي انا شايف ان هي جايه في حته ثانيه خالص, حته ثانيه خالص مع اللعب, هيروح في حته ثانيه خالص. هو حظ الولاد دي السيء ان هم جايين في حته او في وقت انت مطالب فيه بكل حاجه, في ضغط كبير جدا عليك, في تركيز كبير جدا. برضو حاجه ثانيه صعبه جدا كتر البطولات. انت عندك قبل ماتش الترجي ماتش الوصل الاماراتي صعب جدا بالزبط. الوقت والمسافه دوري, المسافه بين المباراه دي والمباراه دي صعبه جدا. عشان كده بستغرب الناس اللي يقول لك الاهلي عنده نقص في اللياقه البدنيه. لا لا, اللياقه البدنيه ايه ده, لو ما اتمرنوش هي كابتن الماتشات دي هتخلي الناس شغالين. نورتني وشرفتني يا نجم, الوقت خلص بتاعنا بسرعه جدا. الحمد لله, انا مبسوط ان انا بقول لك معاك النهارده وفي قناتنا الجميله طبعا نادينا. اكيد بيتك, واتمنى ان شاء الله التوفيق وان شاء الله نتقابل هنا واحنا بنبارك وبناخدين بطوله يا رب افريقيا. يا رب. ان شاء الله دي حاجه نتمناها ان شاء الله يا رب. وابارك لكم كمان, انتوا خدتوا كمان مركز يا رب تدخلوا بيه افريقيا باذن الله يا رب ان شاء الله. وجهازه الفني المحترم يا رب. شكرا جدا يا كابتن, نورت وشرفت. مش هقول لك يا ميدو وقتنا خلص معاك, وكان معايا كابتن هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات اللي شرفنا ورفع راسنا في الارجنتين وخدوا ميداليه برونزيه, وكان معايا كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي ونجم بتروجيت الحالي لكن مدرب عام, مع كابتن طارق ايحه وغازه مدحت عبد الهادي وكابتن طارق ايحه. طبعا كل التمنيات والتوفيق لفريق بتروجيت لعيبه النادي الاهلي. اوعوا تسمعوا الانتقادات, طول عمركم رجاله وطول عمركم قدها, وقدود الشناوي بطل والف بطل كمان, ومع اكرامي ومع علي لطفي كل اللعيبه احمد فتحي يعني سيد الرجاله, مع حسام عاشور وليد سليمان حاجه, كلكم بلا استثناء كلكم بلا استثناء رجاله, وان شاء الله تفرحونا وتحطوا عينكم في صابع التخين. دايما بتنوروني وتشرفوني, ومع الف سلامه.